مساء الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبالعالم عبر التيلي لوميير وفضائيه نورسات وعبر اولى حلقات ما اطيب الرب لهالموسم. حلقتنا الليله عنوانها حربنا ليست مع لحم ودم. يؤكد الكتاب المقدس ان ابليس هو احد الاعداء الثلاثه للمؤمن، الشيطان والعالم والجسد. ولا بد من القول ان الناس في ايامنا لا يميلون الى الاعتراف بوجود الخطيئه ولا بوجود الشيطان، فالخطيئه هي مجرد تقصير والشيطان هو فكره الشر او مبداه وليس شخصا حقيقيا. وقد يعتقد البعض اننا نعظم ابليس ونعطيه حجما اكبر من حجمه، لكن مربولوس يقول في أفسس 6: حتى المؤمن لا ينجو بعد خلاصه من سهام إبليس الملتهبة، فهو يعمل على الجسد والطبيعة القديمة للمؤمن ليعيده تحت سلطانه. ونحن ندعو لا إلى التركيز الشديد ولا إلى اللامبالاة، ويجب أن لا نخشى المعرفة حتى لو كانت عن عدونا، وهو لن يرحل بعيدا لمجرد أننا لا نؤمن بوجوده ولن يدعنا وشأننا، فهو يعمل في الظلام، وعندما نجهله نصبح نحن أيضا في الظلام، وبذلك نوفر له حرية العمل. وكلما سلطنا النور على نشاطاته كلما تعطل عمله. ولكي تكتشف الفخاخة التي ألقاها إبليس على حياتك ودمرتها ولوثتها، سنكلمك عن أفكاره وصفاته وأسلوبه في القتال حتى لا تجهلها، وكما قال الرسول بولس: لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. بداية مشاهدينا بحب رحب بعد غيبة طويلة بالأب مروان خوري. بونسوار أبونا. مساء الخير. كيفك بعد هالغيبة؟ منيحة كنت خير. إن شاء الله تكون جاية هيك روحانية، روحانيتك قوية. الواحد بس يبعد شوي عن الجو والالتزام وهيك بيضل بصير في عنده شيء من الكسل. بصير عنده خمول. فكيف إذا إجي بوست جديد بالرهبنة ولاقي أكثر؟ كارثة. بنقول لك مبروك على البوست. ميرسي ميرسي، بس إنه مشي بيشرف أكثر ما شيء بيهلك بالشغل. وكله لمجد الله يعني لكنيسته. نحن اشتقنا لأصحابنا اللي معودين يسمعونا وعلى طول على حوار نحن وياهم بواسطة الشاشة. نعم. والمحطة الحبيبة تيلي لوميير. وهلا بنتمنى أكيد بهالشبكة تكون مواضيعنا تلمس قلوب كثير من المشاهدين مثل ما تعودنا. إن شاء الله. أبونا، إذا كان الشيطان مثل ما يحكى أو مثل ما البعض بيقول مجرد مبدأ الشر، هل يجوز إنه الرب بيجازي على مبادئ؟ يما كونه كقاضي عادل، يعني مش معقول يجازي أشخاص على مبادئهم وليس على أفعالهم. اللي بيتجاهل الشرير كشخص وبيعتبره فقط هو أفكار أو رموز أو حالات مرضية كانت موجودة ما كان لها تفسير بوقت اللي نحكى عنها بالإنجيل، واليوم العلم تطور صار يقدر يفسرها ونسبها إلى أمراض وعطاها تسميات، يلي بينطلق بالموضوع من هون هذا إنسان يجهل حقيقة الخلاص. الخلاص يقود عمل الخلاص اللي عمله يسوع. يسوع ما اجى ينقض افكار. نعم. وما اجى يدمر رموز. ما بتحرز كانت هالقد. اعمال. اجى يدمر عمل ابليس. نعم. ويدمر ابليس بذاته. ويرجع يعيده الى الهاويه ويقيده من بعد ما حريتي أعطيته مجال كبير بالعمل بالمجتمع وبحياتنا الشخصية وبعيالنا وببلادنا. الشر بدنا ننطلق فيه وبدنا نسلم تما بقى يتجادل عليها، لأن بعدنا لغاية اليوم بنسمع أشخاص بيحكوا عن الموضوع بطرق مختلفة، وخاصة أشخاص مكرسين مهما على شأنهم ووصلت رتبتهم أيا يكن، بدنا نضلنا تحت سقف واحد اسمه تعليم الكنيسي. نعم.
التعليم في الكنيسة بما يخص الموضوع واضح، يعلم أن الشيطان شخص حقيقي موجود فاعل وفاسد ومفسود، وهو كائن روحي غير منظور. إنما شخص له هويته، وأنا لما بتجرب عم بتجرب من شخص خفي حاطت كل تقله علي حتى لي يلغي الخلاص اللي عمله يسوع لي، أو حتى لي ما يخليني فوت بهالخلاص، وإذا فت بده يجرب بكل الوسائل يقنعني أني أظهر أو يعرقل. هاي هي اللي بنسميها نحن التجربة. التجربة مش إنه قصة إنه جربني جنسيا وجربني بأفكار شريرة وجربني بالخطية. الهدف من التجربة أن يعيد فصلك عن خلاص الحقه يسوع لإلك، يظهرك براته. التجربة بغايتها هون بدها تصيب. الخطية هي البداية، هي الإغراءات اللي بيستعمل. الإغراءات اللي بيستعمل الخطية هي الوقعة. لكن ما بتكفي الوقعة، بده يرجع يرد إرادتك تاخد قرار قاطع نهائي إنه أنا ما بقى بدي أسلك الدرب تمرد، وبدي أرجع التمرد وأرجع للطريق السابقة، لأنه هذه درب مش مزبوطة. بده يعمل إغراءات ويفسر لي إنه الله كتير ظالم بحقي وطريقه أسهل وفيها سعادة أكتر، ولك العالم كيف يعيش. بده يستعمل مشان هيك أسلوبه الحي تحت لي كب سمه. بس دايما بيجي بالمظهر يلي بيحكي عنه يسوع، يأتي بثياب حملان، يأتي بمظهر الآدمي يلي بده بده يرحم. نحكي عن صفاته بس فينا نعتبر انه هو العدو الخارجي اللي رح يستغل العدو الداخلي اللي هو داخلنا جسدنا. لكن هو جسد الخطية، بده دايما بده يلعب الشرير على مبدأ أساسي عند الإنسان، نقطة ضعفنا هي الجسد. الجسد أول شيء عم نحمله نحن من بطن امنا، اكلها ضربة بالخطية الأصلية. عنده ضعفاته، عنده ميوله، عنده شهواته، عنده حاجاته. بده يجرب يحطها بالطليعة ويرد النفس درجة تانية والروح رغبتها. ويبدي انه اليوم هيدي حاجة طبيعية وشوفيها معلش بحفوت بحياله أبونا. بس هون لا يعني أنه بين هلالين أنه نحتقر الجسد، لا يجب أن نحتقر جسدنا بل أن نسيطر على أهوائه. مزبوط، الجسد الرب خلقه وبعد العميد صار جسد مقدس، وخاصة أنه تجسد يعني معناتها والرب حمله هالجسد. صحيح. على الأكيد من هون نحن بدنا نعمل أنه نكرمه، هل مش غلط أنه ننطفه ونجمله ونلبسه حلو، لكن الغلط إن نقله ونلغي عمل الروح، نلغي عمل النفس، لأن الإنسان عنده ثلاث أبعاد. الجسد هو المكان اللي بيركز عليه الشرير تحت يخلي كل اهتمامي له. تنرجع لموضوعنا أبونا، فينا نعتبر أنه الله هو بيستخدم الإنسان لينشئ ملكوته على الأرض، وكذلك الأمر إبليس بيستخدم الإنسان تيعمل ملكوته، ملكوت أرضي. نعم نعم. بس كمان مهم هون نقول إنه قد ما يقوى العدو نحن هو مؤيد، مثل ما بيذكر بسفر أيوب من بعد موت وقيامة يسوع. أنا هو تشبيه هذا. الرب قيده بحبل، عنده مجال. المهم بالإنسان ما يفوت على مجال حبله للشرير، اللي هي حبله الخطية. هذا مجال الشرير. كل ما فوت على الخطية أنا عم برجع فوت على مجاله للشرير يلي مربوط ضمن هالآيد. يعني اعتبري عندي أسد أنا رابطه بجنزير متر، كل ما بفوت على هالمتر أنا صرت تحت رحمة الأسد، ممكن يقتلني ممكن يعني فينا نعتبر أنه لم يسحق بعد، جرد من قوته. عزل وقيد. لكن أنا نفهم إنه الخطية بترجع بترد له قوته وبترجع بتفك يعني عزلته. إرادة الإنسان، إرادة الإنسان ممكن ترجع تنعش، ترجع تغذيه وتقويله عطه وترجع من جديد يرجع يهبش فينا. نعم أبونا، كلمة الله تمت بتعريف إبليس وإظهار حيله، إعلان حقيقته وإعلان حقيقة قدراته من دون تهويل أو تخفيف، يعني لا عظمت ولا هملت. حتى أنه بيعطي الكتاب المقدس لكل واحد صلت عليهم إبليس كيف الخلاص. لكن أكثر بالعهد القديم مش مذكور اسم إبليس قد من العهد الجديد.
كان بقمة هيجانه، مش معناتها كتير ذكروا العهد الجديد. نعم. بس بدنا نعرف شغلة، كل ما نزداد بالنعمة كل ما يزداد حربه علينا، كل ما تبين صورته أكتر كل ما ينفضح أكتر. هون مش معناتها كتير عم ينحكى عنه. نعم. بس هي بحد ذاتها النعمة نور بتسلط الضوء على الشر، على هالسلبي بالحياة، وبتخليه تنفضح. إيه؟ نعم. يعني فينا نقول انه اللي بنعرفه عن العدو هو بيجي المعرفة عن العدو بتجي من نفس المصدر اللي بيحكي فيه عن الله اللي هو الكتاب المقدس. نعم. يعني ما ناخد معلوماتنا من اماكن تانية او من اختبارات شخصية. ما نحن اللي عم بيصيبنا هو التالي تراز، انه في بعض الاشخاص بيروحوا بيدرسوا. نعم. وبيعملوا اختصاصات علمية، بسيكولوجي او بسيكاتري او بشي بالسوسيولوجي. يعني في نظريات فلسفية كتير بهالموضوع، بيتأثروا ببعض النظريات يلي هي لفلاسفة. نعم. وما بعرف قده كان مقدار إيمانهم، وبتصير مسيطرة على أذهانهم وبتصير هي المرجع لإلهم. وهذا اللي ذكرها غبطة البطريرك. صحيح. بأنه في أشخاص يتمثلوا طيخ بفرويد. نعم. بالنسبة لإلهم شؤال فرويد مقدس أكتر من شؤال الإنجيل، لأنه بيعبر عن ضعفه. وبصير لما بيكون حدا عنده مشكلة جنسية بعالجها كيف فرويد طرحها مش كيف يسوع علاجها. نعم. أو كيف الرب بيفهم الجنس. نعم. بصير برجع لهالأشخاص يلي التاريخ ثبت البعض منهم أنه كانوا مرضى. نعم. وكانوا عندهم عقد وكان هن بحاجة يعني لحالات شفاء. نعم. مشان هيك الخطر أنه تسيطر على ذهني وعلى لاهوتي وعلى تكريسي يلي أنا مكرس للكنيسة ولله حتى لأنقل تعاليمه. نعم. صير بدون ما أدري، وهذا اللي بخليني أوصل لهون، في حيلة من إبليس كان عم يشتغلها من زمان. نعم. عم يستغل كبريا معشعش فيه لاني انا المتعلم وانا الفهمان وانا اللي بعرف وانا اللي مطالع. ايه. وانا اللي دارس فلسفه، وببلش يكب لك بهالنظريات يلي ما بتتوافق مع اللي قاله ربنا والانجيل، وبصير المعتر مين؟ المؤمن اللي عم يسمع هون وعم يسمع هون، وبصير ضايع مين اللي بدي صدقه. هذا الممنوع بقى بالكنيسه. نعم. وغير مسموح فيه انه انا اللي مكرس الكاهن ما انقل تعليم امين لكنيستي. نعم. يلي انا تكرست لها ممنوع. نعم. بدنا نعرف نرجع هلا. اوكي نحن درسنا، انا عملت فلسفه، معي دبلوم فلسفي. نعم. بس الفلسفه بالنسبه لي درستها، درست طيارات فلسفيه، بس بعده عندي بالنسبه لي مرجعي يلي منه بنطلق يسوع المسيح. نعم. وانجيله وتعاليمه وكلمته. هلا الطيارات الفلسفيه درستها وبقرنا على انجيلي، وبجرب قدر الامكان اني انقضها بما تتناقض فيه مع تعليم الكنيسة. نعم. وبين عيوبها وبين الاشخاص اللي علموها شو كان في غايات وراها، مش صير انا متأثر فيها وصير عم علم هاي وانسل الاساسي. هذا عنا شيء يعني في اشخاص بتأسف انه، وبعض المؤمنين بيراجعونا هون بيقولوا لي ابونا حضرتك عم تقلنا هيك، بس في بعض الكهنة بيقولوا عكس ما انت عم تحكي. طيب شو ساعتها بدنا نرجع انه في كنيسة فوق راسي ورأسة غير، يعني انه. نعم. هذا المؤمن ممنوع ضيعه، لان بيقول عنه يسوع من شكك احد اخوة هؤلاء الصغار اللي بيضيعهم هودي سميهم اخوة الصغار، خير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى. نعم. الحجر اللي بيطحنوا فيه كان، ويزج في اعمق نقطة بالبحر. يعني شوفش ربنا شو قاسي على الاشخاص يلي بينقضوا التعليم أو بيضللوا هالنفوس الضعيفة. هو اللي بخوف أكتر وقتها تصدر عن كاهن أو راهب، هيدا اللي عم بيضلل الناس. هقول لن أبونا كتب بالرسالة الثانية لمؤمني كورنثوس فصل 4، الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. نحن أحيانا نرفض من قاوي ممكن إنجيل الله، ليس مش بسبب رفض إيماننا أو كبرياء إيمان شخصي، بس يمكن أنه في ضلال بيعميه. ما هذا الضلال؟ لكن شرير تراز بده باب يسلك فيه لعندي. نعم. ما بيجي هيك على حيري. اليوم الحرام تيفوت على بيتي ليه أمنفذ؟ نعم. الشرير تفات عماني ما فات هيك لأنه هو قوي وقدير. الرب خلقني بحصاني وخلقني وفي بواب أنا بفتحها وأنا بسكرها وبحصنها، بترجع لإلي الشغلة. نعم. يعني من هو إله هذا الدهر اللي عم يحكي عنه مربولوس؟ هو الشيطان. نعم. لك بسميه سيد هذا العالم.
أعمى قلوبهم بشو؟ بشو عم يعميني؟ شو الوسيلة اللي بإيده اللي عم يعميني؟ الخطية. وهي الخطية هي اللي فتحت له الباب. وأفكار العالم، لأن كمان من أعداء المؤمن. مثل ما المرض بيقتل الصحة، الخطية بتقتل البصيرة. بتطفي النور فيي. ومتى انطفى النور، تأملي أنا وياكي ماشيين بعتمة، ما بنقشع وين بنتهور وين بنوقع. ما بعود إنسان ماشي عضاوه. الخطية بتعتم. شو بهد البرص يعني بتأدي لدمار الإنسان. عندها تشابيه كتير بالكتاب المقدس، من بس من أحد علالها العلة الأساسية تعمي الذهن. ما بعود المخ يفكر مزبوط، بصير دفاعاته عن الشر شهوات. وحربه على الخير، بتنقلب المنطق عنده. مشان هيك الخطية سميها الرب عدو لازم تخلص منها سريعا. وإلا سيستغل إبليس ورح يفوت من خلاله على ذهني ويعميني. ويخليني يفكر غلط وصير بموقع عم دافع عنه وعم حارب الخير يلي هو إنجيلي. أبونا، أول شيء مش كتير بنسمع عبارة مثلا ما تفكر أو تحكي عن شيطان، بل ركز عينك على الله. طيب نحن فينا نفوت بحرب بدون ما نعرف عدونا أفكاره سلاحه شو محضرنا استراتيجيته؟ هل جهلنا للعدو بيحمينا منه؟ هذا كلام مش إنجيلي اللي بيقول هيك، منو إنجيلي. لما الرب دعاني أن يكون حذر من الشرير. وكون متيقظ، مش خاف، كون حذر. حذر. وبقلن للرسل بجبل الزيتون اسهروا وصلوا لألا تقعوا في التجربة. فإذا الرب دعاني أن يكون يقظ، ولما بيقول كونوا حكماء كالحياة، يعني مش معناتها عيش خلص في الله وبس، لا. مش كلام إنجيلي اللي بيقولوا هالتعليم هي. يعني جهلنا بالعدو ما بيحمينا. مش ما بيحمينا، بيسقطنا. لأن اليوم أنا إذا نازل على معركة ومفروض يكون عندي معنويات أنه الربح هو نصيري، لأنه الإيادة اللي بعتتني لهالمعركة ما بتخسر، بس بذات الوقت طالب مني الحذر، لأن عدوي بيقول عنه مربولوس ليس لحم ودم، صحيح، بل سيد هذا العالم الغير منظور الخفي، وبيذكر أسلحة روحية بدنا نستعملها يعني. وبعدين بس نحكي عن صفاته، رح نقول أنا أجابه عدو أقوى مني، صح، طبيعته أقوى مني. طيب أبونا، قبل ما نفوت بصفات هالعدو ونوضح صفاته، بأعمال الرسل 19 قال الروح الشرير قبل أن ينقض على من كانوا يحاولون إخراجه، أما يسوع فأنا أعرفه، وأما بولس فأنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم. واضح أنه بليس هون بيعرف أعدائه، هو بيسلح حاله بجمع المعلومات عنا بطريقة مستمرة، صحيح؟ نعم. وكونه عم بحارب منذ آدم، يعني هو خبير بالنفس البشرية. هل هو الفريسي السهلي هو اللي ما بيدرك مكانته بالمسيح، أو أنه هو اشتري بدم ثمين؟ أول شيء خلينا نعلق شوي على هالآية لأنها كتير مهمة للأشخاص اللي بيتعاطوا بمواضيع مش من شأنهم. يعني هالأشخاص اللي بيروحوا بدهم يمارسوا إكزورسيسم أو أنه يفكوا كتيبة وما بعرف شو، بيروحوا الشرير يخضع لسلطة واحدة اسمها سلطة الكهنوت، اللي هي متمثلة بسلطة الأسقف ومن يؤذن له من الكهنة. لا يخضع لسلطة أخرى. لما بدنا نحكي عن إكزورسيسم، ما في إكزورسيسم خارج سلطة الأسقف. الأسقف، برجع بركز، ومن يأذن له الأسقف. ومفترض هون بكل أسقف، وهذا تعليم من الفاتيكان. للأسف بعدنا لليوم نحن بلبنان ما تبنينا هالتعليم. مفترض بكل أسقف يحط بأبرشيته مرجع لهالموضوع، كاهن تالمؤمنين يرجعوا له ويقدروا يشكوه همومهم إذا كان عندهم معاناة بشر أو بحرب شيطانية أو بمس شيطاني. للأسف مش موجودة بكل أبرشياتنا، كانت موجودة فقط بأبرشية البطرك بجبال، في أبونا روجيه كان عطيل إذن البطرك وما زال لغاية اليوم، لكن ببقية الأبرشيات ما في ولا إذن. وهذا كتير خطر. الناس يعني بتوقع بضحية بهالموضوع، وين بتراجع؟ مين بتراجع؟ وأكتر من هيك عم تدق أبواب كهنة بيضحكوا عليهم، وفي أسافة بيضحكوا عليهم وبيرفضوا يحكوا بالموضوع أو يراجعوا بالموضوع، مثل كأنه مش موجود، إنه شوف لك شي عصفورية أو شوف لك شي مصح، لأنه هيدي أخبار نفسية مش أكتر من هيك.
شغل كتير خطرة. عمل التحرير كل نفس، عتق النفس من تأثير إبليس، مختص بسلطة الأسقف. الويل للأسقف الذي يهمل هذه الناحية برعويته، أو لا يعطيها شأنه من الاهتمام. الويل، لأنه في نفوس رح تتدمر، وبذات الوقت رح تلتجي على غير النبع الحقيقي، رح تروح على غير ينابيع تسممها وتقتلها، ورح يدفع ثمنها كتير غالي قدام ربه. بدنا نعرف اللي صار مع مربولوس. الشيطان قر بحقيقة أني أعرف من هو يسوع. يسوع هو عدو اللدود، وهو صاحب السلطة عليه، وأعرف من هو بولس يلي يحمل سلطة من يسوع يقدر يدمرني. أما أنتم فمن أنتم؟ مشان هيك كل حركة شي بإبليس ما إلي سلطة عليها قد أتعرض فيها لأذى كتير خطر، وممكن يوصلني إلى المس. مشان هيك عم ننبه المؤمنين يلي بيتعاطوا المضيع بطريقة الحشرية، تلاقيه فز عند البصار حضر أرواح، أو أنه جرب هو اللي يعمل تعويذة تشيل كتيبة أو شيء. كتير خطر هالعمل، وفيهم يقروا هذا النص بالأعمال فصل 19 أعمال الرسل، ويقروا شو صار فيهم لأبناء سكاوة. بس حاولوا أنه يشيلوا الشيطان مما مسته، شو عمل فيهم الشيطان؟ كيف طلعهم للبيت مجروحين عريانين؟ يا ما حدا بيدخل بكر الشيطان وبيظهر سليم إلا من له سلطان عليه. نعم. والشيطان يقر بسلطان الكاهن، وهذا أول إقرار له أني أعرف من هو بولس. نعم. أبونا رح نسمع بعض المقتطفات من أقوال غبطة البطريرك الراعي. نعم. ونرجع منتابع حلقتنا. موجود أنه الشيطان فاعل، وأنه الأرواح الشريرة فاعلة، ورغم هيك ما حدا بيعمل الشر. لما أنا بعمل الشر وبرتكب الخطية أنا أغراني الشيطان، وأنا سقطت ولا ما شفته ولا ما عرفت فيه. بس هون لما بيحكي عن طرد الشياطين، لأنه الشيطان بيعمل بطريقتين، أو بالخفي بالإغراء، بيصور لي الشغلة اللوقة إنها عظيمة وبيشوقني فيها، مثل ما صار مع خطية آدم وحواء. خطيتهم هي عصيان وصية الله. وصية ما كانت، مثل ما عندنا وصايا العشرة ووصايا الكنيسة وتعليم الإنسين وتعليم الإنجيل. أوصاهم وقال لهم هيدي الشجرة رمز، هيدي الشجرة ما تدقوا فيها، وكله من كل أنواع الشجر. إجا الشيطان بصورة الحية، لأنه الحية محتالة، يقول لهم لايكوا كيف بيغري، وهيدا كل شيء بصير معي ومعكم. صحيح أنه الله منعكم تاكلوا من كل الشجر، قلت له حوا لا كلهم ما عدا هاي. تعرفوا ليه؟ ليه؟ إذا أكلتوا منها بتصيروا مثله، تعرفوا الخير والشر. وبيقولك أبونا اليوم البدع الشيطانية اللي بلشنا نرجع نسمع فيها، كمان هن يؤمنوا أنه الله بكل شيء وفي كل أحد، يعني عشان هيك بيفكروا أنه هن فيهم يكونوا الله. عشان هيك من خطية آدم أنه أنتوا فيكم تكونوا مثل الله، قدي عم تتكرر ما زالت لليوم بحياتنا. تريز، أنا التقيت مع كتير أشخاص كانوا ببدع شيطانية وكانوا يمارسوا القداسات السوداء والقداسات الحمراء. لما كنت اسألهم انه شو اللي وصلكم لهون وليه اخترتوا هالطريق، اشخاص ارتدوا، كانوا يقولوا لي ابونا منحس انه نحن من الله بيش طلع لنا شيء الا الزل والتعتير والفقر والامراض، بينما الشيطان اذا بتتبعه بيعطيك القوة، بيعطيك الخلود، بيعطيك اللذة، الإغراءات اللي بيعطيها. انتبه، بيعطي إغراءات بس ملموسة. نعم. معيوشة، بفوتهم على اللذة، بيفتح لهم حياة إباحية، بيشلهم كل الممنوعات يلي نحن بنفهمها للأسف، حتى التعقيدات ممكن بفسرنا انه كل شيء منعك الله عنه هذا معقد. اليوم انفلش وفلوت وعمول البدكيه والحياة إلك، وجرب استفيد منها بكل شيء، بكرة بدك تموت.
بينما الرب شو طلب منك؟ قال لك مزبوط استفيد من الحياة، بس في شجرة واحدة ما تأكل منها، عم بيقولها غبطتك. شو هي؟ شجرة الخطية. نعم. والخطية شو هي؟ لا تكسر إرادة الله فيك. أصلاً الشيطان قال ويغري، وهذا الإغراء الأساسي، إنه الرب ما بده إياك تكسر إرادته تما توصل تاخد محله. الرب ما بده إياك تكسر إرادته تما تزول. نعم. لأنه أنا بوصل على الألوهة من خلال تتميم إرادة الله. الشيطان بفسر لي أنا بوصل على الألوهة من خلال كسر إرادة الله. نعم. هاي اللي عم يربح فيها شبيبتنا، اترك الله انكره توصل على الخلود، انكر الله بتوصل على اللذة والفرح. في أشخاص كيف ارتدوا؟ فاتوا معه وشافوا اللذة اللي بيعطيها الشيطان لذة مزيفة، بتوقعهم بفراغ أكبر. نعم. وبتوقعهم بوهم أكبر، وبتوصلهم على يأس، وبحسوا على مطرح فقدوا سلامهم. نعم. بس بيعقولا مؤخرة في منهم بيقدروا يرجعوا، في منهم بيروحوا بيهرسهم. نعم. بيتفشون على الانتحار. وعم بصير هلأ عم بسمع أنا في سكت كتير خطر، بدعة شيطانية، انتحر منها شخص ويقال انه هالشخص مأثرين فيه 2000 شخص وحابين يمشوا على خطى. حكيت عنه بحلقه النور معنا الاسبوع الماضي، وحكينا حلقه عن الانتحار، انه في مزبوط نسبه كبيره من الشبيبه، من الشبيبية اللي متاثره، بس هيدي ما يموت مسيحيا يعني. ما حدا يصلي عليه. هيدا في تاثير شيطاني على الذهن هون وعلى الاراده. نعم. وهون بوجه الكلمه للاهل، انا تاولادهم وصلوا على الحالة، أهلهم مش حامينهم كانوا بالصلاة، الشيطان قدر سيطر هالقد على ذهنهم وقنعهم أنه بالموت وبالانتحار بتنال الخلود. نعم. وبتحقق ذاتك. معناتها الشرير لقى درب كتير سهل على أولادهم لأن الأهل مش حامينهم ولا حاملينهم بصلاتهم. نعم. أبونا، فينا نقول من خلال التعليق اللي حضرتك قلته أنه آدم خسر بالعصيان والرب يسوع ربح بالطاعة، هيدي اللي يجرب يعلمني إياها. نعم. إنه بش هروبي من الله بيوصلني، طاعتي لله بتخليني أوصل وحقق ذاتي. وهذا شيء بيفرجونا إياه القديسين. نعم. مشوا بالطريق ليك الخلود اللي هن فيه، ليك. نعم. المجد اللي هن فيه. نعم. وليك الفرح واللي كان مكتب لنا نحن بحياتنا مع الرب، بحال كان في طاعة، إنه في حياة أبدية، كان عنا حياة خالدة. أنت أم بتطلبي من أولادك هن وصغار يطيعوكي، ليه؟ تتعطيهم أحلى شيء عندهم، وتتربيهم أحلى تربية، وتتوصليهم يوم من الأيام على حياة سليمة، مش تتقهريهم وتتكبتيهم وتتلغيلهم شخصيتهم. نعم. والولد ساعة اللي بيفهم أهله أنه أنا بدي طيعهم لأنهم بيحبوني ولأنهم بيفهموا أكتر مني ولأن بدهم يوصلوني على مطرح حلو. نعم. ما بتعود الطاعة مشكلة، بس ساعة اللي بيفهمها متكبر، شوفي لك ابن متكبر ما بده يسمع من أهله كلمته، بده يمشيها، شوفي وين بصير وبأي هاوية بيوقع. هذا اللي عم بصير، مش عم بعتبر الله بي بحبني، وعم بعتبر الطاعة له نوع من إلغاء لشخصيتي. نعم. وعم بروح على داهية وعم خلي الشيطان بمطرح يستولي علي، ما عادش في بي يحميني. بدنا نفهم الله بي وطاعتي له لأن بحبني ولأن بده يخدني على مطرح حلو. نعم. بس ما بيقدر يخدني إذا كنت عاصي ومتمرد عليه. وهون فينا نقول أبونا كمان بين هلالين إنه شو ربحوا آدم وحواء، إنه بالأول شيء اكتشفوا عريون. شوفي شو ورتوا، ورتوا الموت. نعم. الزل، الفناء، الدود. ويمكن عرفوا الخير والشر، بس بطريقة مثل ما بيقول ماربولوس إنه الخير اللي لازم أعمله ما بعمله، والشر أنا اللي بقول أكلوا الصنارة. نعم. راحوا بطعم للشيطان وعلقوا بصنارته. نعم. بيقول الرب يوحنا 10:10 السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. كونه سرق من آدم كل الخيرات والبركات. بردون ترجع بتعيد ثلاث أشياء. ما لا يأتي إلا يسرق ويذبح وبيهلك. يهلك ثلاث أشياء، هلا بنركز عليهم لأنهم. نعم. كتير مهمينهم. يعني كونه سرق كل الخيرات اللي كان بيتمتع فيها آدم بالجنة، معناته فينا نعتبره هو السارق الأول. هو أول شيء بدنا نعتبره عنده ثلاث أشياء بده يعملها، بده يسرق وبده يذبح وبده يهلك. خلينا نحكي عن السرقة. نعم. ماذا سرق الشيطان من حياتي؟ أول شغلة سرق المجد. فقدني مجدي.
أنا ابن ملك حطني غريب ما عندي مرجع ما عندي بي يهتم فيي هذا العري نعم. ما عندي بي يهتم فيي مشرد شردني سرق لي مجدي نعم. شلحني الملوكية اللي كنت اتنعم فيها يوم اللي كنت بحضن بي أول شغلي والحياة الخالدة فينا نقول ايه والخلود نعم. فوتني على الموت بعدين سرق مني الفرح صرت كائن حزين كائن يائس كائن فاشل نعم. فقدني الفرح سرق مني فرحي سرق البركة ما عاد فيها بركة حياتي فوتني على اللعنة نعم. لأن قال لهم الرب ملعون اللي بيأكل منها الثمرة الشيطان ضل يغريني تطعميني من ثمرة الخطية كسر إرادة الله قلنا شو الخطية نعم. فوتني على اللعنة وفقدني البركة البركة كيف تتجلى بحياتي ما عادش في شيء ظابط شو ما بعمل بتلاقي فركشة ضربات قهر فقدني كمان سرق مني السلام سرق سلامي صرت إنسان غضوب حقود ما عاد في سلام صرت قاسي متكبر بحكم بجرح بكلامي ما عاد إنسان وديع متواضع سرق سلامي إنه سارق والرب أتى لينهب ما سرقه مني إبليس يقيده شو بيقول عنه بالكتاب المقدس بالإنجيل القوي بده يجي أقوى منه ومتى أتى لأقوى منه وبيربطه أولا يقيده ثم ينهب أمتعته يقيده يسوع هذا اللي إجا عمله إجا ربطه ونهب منه كل المسروقات اللي أخدها وإجا يردها للإنسان اللي هي الخيرات والبركات ليك شو اللي صار لما انطلع الشيطان بالتجارب الثلاثة مع يسوع نعم. أخده على راس الجبل بيقول له ومرة هاي بتذكر أنا عملناها حلقة نحن وحضرتك بيقول له أعطيك ممالك هذه الأرض نعم. قد دفعت لي منين هي دفعت له ليش له بس مغتصبة مغتصبة سرقة منا نعم. قد دفعت لي أعطيها لمن أشاء أنت خر لي ساجدا إنها تحت سلطاني ليك يسوع بس قام من الموت شو قالهم للرسل قد أوتيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض استرد السلطان استردوا قالهم بعطيكم إياها السلطان اذهبوا أخرجوا الشياطين اشفوا المرضى بشروا بملكوت الله خذوا هالسلطان وروحوا كل شيء نهبوا الشرير اضرب بسلطاني وردوا للي بيتوب وبيرجع بالإيمان لإليه معناته الرب كل ما سرقه إبليس استردلنا إياه على الصليب نعم. بس ليك كيف نحن مفكرين بالكبرياء منسترد بالتواضع استرده بالتضحية نعم. بالإماتة بالحب هاي الطريق إني أرجع إنه بإبليس من كل شيء سرقني هلأ تاني شغل فينا فوت بالتلاتة نحن قلنا إنه أتى ليسرق ويذبح نعم. بسميه بمطرح يسوع للشيطان بيعطيه صفة من الصفات تبعه إنه قتال النفوس دموي وبيحكي عنه سفر الرؤيا بيقول رأيت تنين له 10 قرون أحمر أحمر معناته يحب الدم يقتل شو اللي بده يقتل الشيطان يقتل فينا الحياة ليدخلني إلى الموت وبيعرفه مسبقا لأنه حي الحياة ما بيقدر يقتلها إلا ما يفصلك عن الله قلت أنا بالبداية تجربة طبيعيته بيركز فيها إنه يبعد الإنسان عن الخلاص الحققه يسوع يسوع شجرة اللي أكل منها آدم بالبداية عطيته موت لكن الشجرة اللي زرعها يسوع على الجرجل اسمه الصليب شو عطيت الحياة مشان هيك أنت إذا بتفوتي تحت الشجرة بتفوت بمخطط الخلاص اللي عمله يسوع سيعيد لإلك الرب الحياة نعم. ولن يستطيع إبليس أن يقتلك أن يميتك لكن كل شغله أنه يظهرني خارج نعم. إرادة الرب تحت لي يقتلني ويذبحني ويهلكني بجهنم أبو نقطة يقول آخر عدو يبطل هو الموت يعني لهلأ لم يبطل الموت نحن لا إيه نحن بعدنا هلا معرضين أن نموت بس الموت اللي بيحكي عنه مربولوس الجسدي نو الموت في الهلاك لأن بيقول يسوع لا تخافوا ممن يقتل الجسد بالنسبة ليسوع الموت منه موت الجسد بل خافوا ممن له السلطان أن يلقي
النفس والجسد في جهنم. هذا الموت المرعب. يعني فينا نقول الموت وقتا يحكي موتا تموت هناك الموت الجسدي والروحي والأبدي؟ إيه. نعم. اللي هو الأكثر المركز عليه الأبدي. الأبدي. يا الانفصال عن الله. نعم. وهذا اللي صاب الإنسان ببعده عن الله. اللي هو الهلاك. انفصل عن الله، بطل له حياة معه شراكة. وانفصالي عن الله خليني إني دويت واهترب القبر وعفين وموت وقفنا. نعم. اخر موت يعني انا وياك هلا نحن عايشين في خطر كتير انه نهلك، مشان هيك بدنا نعيش بحذر. نعم. بدنا نعيش بالحكمه اللي علمنا اياها يسوع، وبدنا نعيش محميين بالاسرار تحت لي هالعدو الابليس ضلني قادر عندي نور افضحه وعندي قوه اقدر واجهه من خلال اللي بيستمدوا من نعم بالأسرار اللي عطاني إياها يسوع بالكنيسة. نعم. بدك تعلق بعد شيء على هالثلاث؟ ثالث وحدة يهلك، ليهلك بده هلاك نفوسنا، بده هلاكنا، يعني بيعطينا الإغراءات تيربحنا بالآخر تحت بالنهاية ينهي وضعي، لأنه إنسان هو هلك. يعني المنتحر هو إنسان هلأ بغض النظر شو صار بينه وبين ربه بآخر لحظات، بس قرر إنه يروح على الهلك. خلينا نحكي لأنه تما نجرح ناس يمكن عندهم حالات انتحار ببيوتهم بعيالهم، مش عم ساوم هون إنه عم بعمل دبلوماسي معهم. الانتحار بحد ذاته هو عمل شيطاني. نعم. بيلعب على الذهن. لكن مش كل منتحر هلك. نعم. منترك هالمجال باللحظات الأخيرة. نعم. الدا كان العم ينتحر واعي على اللي عم يعمله، ومنترك مجال لرحمة الله تعذره تغفر له، يمكن هو عم بيموت يطلب من الله غلط اغفر لي بيغفر. مشان هيك المنتحر غير الانتحار. الانتحار هو عمل شيطاني. نعم. وشرير ومهلك. لكن الذي ينتحر هو هلك أم لا؟ نترك الكلمة الخيرة لقاضي واللي بيعرف خفايا القلوب اسمه يسوع. إذا نعم. تاب آخر لحظة هو عم بيموت الرب سيغفر لهم. بس فإذا الشيطان له ثلاث صفات. نعم. الصفة الأولى أبونا. نعم. بدنا ناخد اتصال مباشر من الولايات المتحدة حتى نشوف شو جديد زيارة البطرك الراعي غبطة البطرك لهون. ألو ألو الو مساء الو مساء الخير الو مساء الخير كيفك جوزفين؟ مساء الخير لك ولا ابونا مروان. مساء الخير جوزفين، شو جديد الزياره؟ ابونا نحن بنحييكم وبنقدر كمان جهودكم بنشر الكنيسه ام تعاليم الكنيسه الحقيقيه. يعني كمان هالاجتماع اليوم بسانت لويس بولايه ميزوري الامريكيه لا يقل اهميه عن لانه اللي عم بيصوب تعاليم الكنيسه. نعم. واليوم هيك حتى ادخلكم باجواء الاجتماعات مباشره. تفضل. معنا النائب البطريركي العام سياده المطران بولس الصياح يلي هو كمان يرافق غبطه بهالزياره الرعويه الاولى الى امريكا، وراح يكون كمان شوي بمداخله معكم عن الاجواء وعن تصويب تعليم الكنيسه. سيدنا بولس الصياح انت على الهواء مباشره مع تيلي المير ونورسات حول هالزياره وحول تعليم الكنيسه ايضا، هيك تنبقى بجو البرنامج اللي على الهواء. مساء الخير سيدنا. مساء الخير. مساء الخير سيدنا لكل المشاهدين. نحن بنحييكم من سانت لويس بميزوري. احنا مجتمعين اليوم بهاليومين ثلاثه مع مطانه الانتشار والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية حتى سيدنا البطرك يفوت أكثر بمشاكل الانتشار وبتطلعات الانتشار وبانتظارات. نعم. الانتشار من البطريركية. بدنا نعرف من حضرتك سيدنا شو. نعم. الانطباعات الأولى، الانطباعات لزيارة الأولى لغبطة البطريرك. طبعا الزيارة بمعظمها هي زيارة رعوية. نعم. والانطباع كثير منيح، العالم كثير حاسين انه وجود سيدنا البطرك بيناتهم مهم، وحاسين انه هالقد حابين انه يشوفوا هالعلاقة الاساسية بين الكنيسة المارونية بلبنان وبين الكنيسة المارونية بالانتشار. نعم. حسي انه في فرح في نشوة عند هالناس، شوفوا انه رئيس الكنيسة معهم وعم بيسمع لهم وعم بيجرب يخبرهم شو تطلعاته هو
وشو بينتظر منهم. وأجواء الاستقبال كيف كانت سيدنا؟ رائعة لحد هلا يعني، وما أنه بنص الجمعة نعم يعني إجا كثير ناس يستقبلوا سيدنا البطرك، مع أنه في ناس كثير بطلوا شغلهم وإجوا مخصوص حتى يستقبلوا سيدنا، وفي منهم إجوا من بعيد كمان على ميزوري. وسيدنا غبطوا على شو عم بيركز أكثر شيء بإرشاده للجالية اللبنانية؟ طبعا بالوعظات وبال وبالأحاديث اللي عم بيعملها مع الناس، عم بيركز على أهمية التواصل بين الكنيسة بلبنان وبين كنيسة الانتشار. نعم. وعم بيشد كتير على الوحدة اللي لازم تكون بين هالمكانين من الكنيسة والناس هون بين بعضهم. يعني الشعار اللي أخذوا سيدنا البطرك شراكة ومحبة عم بيكون دايما هو الموجه للوعظات وللعلاقات والمداخلات اللي سيدنا البطرك عم بيعملها مع الناس. بس سيدنا البطرك كتير حريص يسمع للناس. نعم. يشوف شو بدهم، شو البطركية بتقدر تعملهم، وشو هن بينتظروا من البطركية. هيدا من الأمور اللي سيدنا البطرك عم بيركز عليها، مش بس بزيارته لهون، بكل زياراته بلبنان. نعم. يعني عم بيفوت مع هالناس حتى يحسسهم بحضور الكنيسة إلى جانبهم. نعم. إنه الكنيسة بتصغيلهم وبتجرب تخدمهم قد ما بتقدر. سيدنا، هل تمحورت مطالب الناس حول أمور معينة؟ الحد هل بيفتقدوا لحضور شغلنا مع الانتشار بعد ما فتنا مع الناس كتير. نعم. بشكل مباشر بالانتشار طبعا ركزنا على أمور من الحاجة للكهنة بالانتشار، الحاجة ليكون في تواصل. نعم. دايم وتوحيد بالليتورجية، العمل على نشر تعليم الكنيسة الجامعة طبعا بس بروح مارونية. يعني حكينا اليوم مثلا عن التعليم المسيحي، هون عندهم كتب جديدة للتعليم المسيحي مش مثل كل الكتب وين ما كان. نعم. كل هالكتب اللي عاملينها فيها دائما عودة إلى القديسين الموارنة، عودة إلى الليتورجية المارونية، عودة إلى تاريخ الموارنة. يعني عم بيجربوا يخلوا هالناس يكونوا مش بس مسيحية مثل ما كل الناس مسيحية، إنما يكون هالموارنة عندهم هالوعي انه عندهم تاريخهم وعندهم تراثهم وعندهم. نعم. هن شيء مميز. نعم. سيدنا، نحن بنبعث معك سلام لغبطة البطريرك ونقول لكم يعطيكم الف عافيه. نحن بانتظار كل شيء جديد. من 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 بعث لكم سلام سيدنا البطريرك وكل اكيب تليليمير هون. يعطيكم الف عافيه. كثير حلو. ميرسي. الله يخليكي، بدك تحكي معك. يلا. شكرا سيادة النائب البطريركي العام سيدنا بولس الصياح. نرجع لكم تيريز ولأبونا مروان لحتى نحطكم شوي بأجواء الزيارة، يمكن في العديد من الأفكار أو المضمون الاجتماعات يمكن أخذتوه من صاحب السيادة. نعم. ولكن هل في شيء بدكم تسألوا عنه جديد قبل ما نطلع بمضمون الرسالة لكم؟ لا تفضلي جوزفين. فإذا إضافي على الأمور يلي شرحها صاحب السيادة، فينا نقول إنه هالأيام الأولى من الزيارة لصاحب الغبطة هي أيام داخلية بقلب الكنيسة المارونية، يعني عم نشهد فيها لقاءات واجتماعات مع الكهنة، وخاصة لقاء أساقفة الانتشار يلي هو الاجتماع الثاني من نوعه بعد اجتماع يلي تم بالبرازيل. ولكن السنة تفعل هذا الاجتماع بتوجيهات وحضور صاحب الغبطة، ومواضيع البحث اليوم كانت هي أغلبيتها عن ليتورجيا القداس الرتب وجنازات الترانيم. واعتبر المجتمعين أنه هي الفقرة عنصر أساسي للكنيسة في لبنان والكنيسة المنتشرة، فركزوا على توحيد نصوص الترجمات بالإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية. نعم. وعلى التزام كهنة الكنيسة المارونية أينما وجد المحافظة على هذه الليتورجيا من خلال المحافظة على تطبيق النصوص والتعليمات والإرشادات. وأشاروا إلى العديد من المخالفات في هذا الموضوع، وركزوا على واجب المؤمنين الموارنة المحافظة على تطبيق الممارسات الليتورجية
والمشاركة في الاحتفالات الكنسية والالتزام في الحياة الروحية. نعم. كما تدارس قضية التعليم المسيحي للأطفال والشباب والبالغين، تستعرض ما يجري في بلدان الانتشار. ومن الملفت أنه في كتاب تعليم مسيحي أصدرته أبرشيتي أمريكا، ووضعت كتاب لجميع الصفوف، أدخلت عليه إلى جانب تعليم الكنيسة الكاثوليكي الروحانية المارونية والتراث. ومن الظاهر أنه رح يعتمد في كل الكنائس المارونية، يعني بأبرشية النطاق البطريركي والانتشار. أكيد ركزوا على وحدة الموارنة في العالم يلي موجودين خارج أبرشيات، يعني بتعرفي كتير موارنة اليوم ما عندهم أبرشيات، ما عندهم كنائس. نعم. مثل أفريقيا أو غيرها. يعني على مستوى تنشئة الكهنة، سوف تعود البطريركية تفعيل دور مدرسة روما الحبرية، بحيث يلتقي الكهنة الموارنة من النطاق البطريركي ومن مختلف أبرشيات العالم للتخصص وللعيش معا في المدرسة بجو من اللقاء الأخوي، مما يعزز جو الوحدة والشراكة والمحبة. وهيك بدورهم بس يرجعوا على الرعاية، إن كان بالوطن أو بالانتشار، بيقدروا ياخذوا نفس التعليم ونفس المنهجية. هيدا جوزيفين. جوزيفين، نعم أبونا. كيف الوضع الروحي للجالية هونيك؟ بتحسي اللبنانيين يلي ببلاد الانتشار عندهم حنين انه بعد لكنيستهم والتزام فيها، او يعني صاروا اكثر مشتتين؟ فوق ما في خبرك انت، كان التاثير بالغ يعني لدى الناس. يمكن اوقات من بعض الوفد المرافق وقت اللي يسمعوا انه عم التراث السرياني الماروني يرنم باللغه الانجليزيه وشوي مخلوط بالعربي، الحنين الى يعني نحن فينا نقول بعد الظاهره الشعبيه او الزياره الرعويه حقيقه تبدا بعد ظهر غد، يعني بالنطاق، لانه بكره بينتهي الاجتماعات الاساقفه وبيبدوا. ولكن حتى خلال مثلا امبارح كان في قداس، شارك فيه عدد من الناس اللي تركوا اشغالهم واجوا، لانه هو يوم عمل يعني، وكان القداس ظهرا. شفنا العديد من الناس واجرينا لقاءات معهم. من الملفت الجالية المارونية جوزيفين. نعم. بأمريكا كبيرة الجالية المارونية برعاياها 40 رعية بكل أبرشية أبونا. أوف. يعني 80 رعية موجودة اليوم، ومنا كمان الرهبني المريمية اليوم رئيسكن العام كمان موجود. نعم. هوني هيدا شيء كمان جدا ملفت للنظر، أنه رؤساء العمون اليوم بين الرهبانيات، كهنة الأباء والأخوان مثل الرعاية، اليوم قد في تعاون لخدمة النفوس. هيدي شغلة ملفت كتير 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 للنظر. عدد الجاليات كمان من الملفت، انه مش بس الجاليه اللبنانيه عم تجي، يعني امبارح كان في وفد كبير من الجاليه الاردنيه ومن الجاليات العراقيه، لانه بيعتبروا هالبطرك هو رمز لهم، وهن ملتزمين بالكنيسه المارونيه. يعني الكنيسه المارونيه تقوم بخدمه الموارنه والمسيحيين المشرقيين، يعني يلي ما عندهم كنائس قريبه. نعم. جوزيفين الغول من الولايات المتحده، نحن بنقول لك يعطيكي الف عافيه لك وللفريق، وبنشوفكم قريبا. يعطيكم العافيه لكم انتم كمان، وان شاء الله على طول هيك بهالاطار هيدي الكنيسه الواحده الجامعه وتعليما نبقى كلنا سوا باذن الله. شكرا لكم. ميرسي. ابونا كنا عم نحكي عن الصفات، السارق اللي بيسرق وبيذبح وبيهلك بالنهايه بده هلاك نفوسنا. بأفسس 6:12 بيقول ان مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحيه بالسماويات. الكتاب المقدس هون بيمنعنا منع بيت من محاربه الانسان اللي من لحم ودم، بل هو مشروع محبه ربنا الانسان. اليوم نحن بس نكون الحرب بين بعضنا منصير خبرة حرب. قديش هون قبضة إبليس عم تتحكم بالأرض، وقت يكون قديه هو بيكون منتصر؟ هو انتصاره ساعة اللي بيحولها لها الحرب من حرب عليه لحرب على بعضنا. نعم. وهذا اللي عمله هو عدونا، ونحن جينا على الأرض تنحاربه ونسترد شو سرق منا. راح ما بعرف كيف لعب على أذهاننا. نعم. فسرنا انه نحن اعداء لبعضنا وفتحنا حرب على بعضنا وصرنا بنقتل. بس هو بعضنا. المشجع الاكبر لهال الحرب دائما بتقول العذراء وراها شيطان. نعم. كل حرب وراها ملهم اسمه الشيطان. نعم. بس تنفيذ انسان، وانسان قلنا نحن تيقدر الشرير هالقد يغرني. نعم. فتح له باب وعريض.
اليوم المذابح اللي عم نشوفها على شاشات التلفزة أبونا قد ايه بتدل على وحشية الإنسان تجاه خيو الإنسان، يعني قد ايه عم بتدل انه الشيطان تراز بتدل على شغلي هالقد النعمة غايبة وهالقد الشر كبير. نعم. هالقد خطية الإنسان صارت عظيمة، وهذا شيء كتير خطر، مفروض ندق نقوس خطر. نعم. لأنه وصل حجم الشر اليوم بالمجتمع وكمية اللي عم بيمارسوه. نعم. تفوق الخط الأحمر. نعم. يلي لما نتحاور ربنا مع إبراهيم بسدوم وعمورة، بس تخطى كمية الناس الأشرار بسدوم وعمورة الخط الأحمر، الرب انسحب. نعم. وتدمرت المدينة، والبشرية اليوم إذا بدها تكفي بهالعداء لله وهالتمرد عليه وإلغائه، اليوم المجتمع الأوروبي وحتى الأمريكاني يعني في تغييب لاسم الله. إذا الإنسان بده يستمر هيك رح نشوف تبديع بالشر، تفنيق، رح نشوف فن بالإجرام، وعم نشوفه أصلا نتفنن كيف بدنا نقتل بعضنا بطريقة أسرع. يعني الحروب هي نتيجة غياب الله، غياب النعمة. نعم. ساعتها الشيطان بصير مالك سعيد. نعم. وبيستعمل إرادتنا للقتل والدمار. يعني نحن وقتها عم نتخانق مع بعضنا هون، يمكن زئير الأسد هو اللي عم بيهوج الناس. ايه، بس تقرب الأسد هالقد وصار قادر انه يدفش إرادتي للحرب. نعم. برجع بقول الرب غاب من حياتي، يعني صرت إنسان ما بصلي، ما بمارس. نعم. الأسرار، ما بدعس بكنيسة. رح نتعرف على صفات هالعدو مثل ما ورد، حسب ما ورد بالكتاب المقدس، وبعدين منجرب إذا سمح الوقت ننتقل لفخاخه وحياله وبقيت الأفخاخ تبعه. ورد برسالة بطرس الأولى 5:8: لأن خصمنا يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. وبأيوب 1:7 قال للرب أنه مشغول بجولان بالأرض، وبمتى 13 قال يزرع زوانا وسط الحنطة فيما الناس نائمون. ما بينام هالعدو؟ لا، وما بيتعب. انتبهي، بحربوا علي ما بيوقف، بيضل يجرب ويجرب ويجرب. مشان هيك بده يكون عندي صبر ونفس طويل. نعم. وبده يكون عندي قوة إيمان، لأن عدوي شرس. نعم. ما بينام وما بيوقف، بيضل يجرب للموت. نعم. هونيك بيوقف، لأن هونيك يمنع عن تجربته لإلي. نعم. يمنع من الدخول معي إلى الملكوت. لكن طالما أنا على هالأرض أنا تحت سلطانه، أنا بحارب وعديء معه. نعم. وبدي أعرف، برجع بقول أني ما عم حارب شخص عادي، أشرس مني، أقوى مني، أقدر مني، بدي نعمة كتير كبيرة من الله تحت أقدر ويشو. نعم. أبونا، كونه إلهنا هو إله الخروف الواحد إذا فينا نسميه، هل إبليس هجومه علينا كمؤمن كشخص فرد أو ككنيسة؟ عنده كذا هجوم، بيقدر يهاجم جماعات، بيقدر يهاجم دولي، بيقدر يهاجم أبرشية، بيقدر يهاجم رعية. بس أنا سؤالي إنه في هاجم هو هجومه كأفراد، يعني بيقدر يهاجمني كفرد وبيقدر يهاجم جميعا. نعم. وبيقدر يمس جميعا وبيقدر يمسني كفرد. نعم. يسكنني. قادر حاصل على كل شيء. إداي يفتح له أبواب، إداي بتلاقيه خرق وفات. نعم. سم. نعم. حي. تلاقيه سقي ودخل. نعم. محاربته هل بتقتصر فقط على البشر أو كمان على الملائكة؟ لا، كل شيء دخل إلى الملكوت ما بقى له سلطان الشرير عليه. كل شيء موجود بعده على الأرض نحن تحت عراكه، نحن تحت سلطه بعده. طيب مثلا ليه بسفر دانيال مثلا بيقولوا أنه وقف 21 يوما ضد الملاك الذي أرسله الرب لدانيال النبي لولا تدخل رئيس الملائكة؟ حربه إيه؟ حربه مش مع الملاك، حربه على إرادة دانيال يلي الملاك. نعم. شو اللي خلى الملاك يربح؟ ثبات دانيال بالصلاة. يعني في حارب الملاك طبعا. عم بحارب الملاك، عم بحارب دانيال بالملاك. نعم. ايه، بس مش عم بحارب الملاك كملاك، ما بيقدر عليه. يعني الملاك جايب إرادة الله. نعم. إرادة الله شو اللي بتخليها توصل لعندي؟ قوة ثباتي بالنعمة، قوة ثباتي بالصلاة، قوة إيماني بالله. خلى هالملاك يقدر يوصل. هذا اللي قال له ياب وقت الملاك لدانيال، قال له ثباتك بالصلاة خليني اربح الشرير، ولو ينكسر كان انكسر الملاك. شو انكسر الملاك؟ مش الملاك سقط
أو الملاك انجرح، كان ما قدر وصل لإرادة الله. نعم. يعني قلة إيماني بتمنع النعمة توصلي، يعني إذا بدي كده. يا حربه ما بتقتصر على الأرض. على الأرض وعلى لا. كل سكان أبداً. على نعم. السماء ما بيقدر يفوت على ابناء السماء. نعم. أبونا. هذا الكلمة انتبه يعني تحت اللي يعرفوا اللي عم مرجعها بالإنجيل. بإنجيل نعم. العذارى لما فاتوا المستعدات مع يسوع شو بيقول عنه؟ أغلق الباب. هذا الباب شو معناته أغلق؟ معناته إبليس والشر والتجربة والخطيئة ما بقى تقدر تفوت لهونيك. نعم. معناته في محميين المخلصون. نعم. محميين بالسماء. نعم. أبونا كوننا عم نحكي عن الحرب هون، الحرب جزء من طبيعته، يعني كونه بيعرف أنه نتيجة حروبه هي هلاك وهزيمة بس بطبيعته الحرب. عدو شرس. نعم. مجرم. قلت لك انا بحب الدم. نعم. مشان هيك الحرب هو بمعركه مستديمه مع الانسان. نعم. كمان وحربه انتبه ذكيه وخفيه. نعم. نعم. مشان هيك بيقول مربولوس عنه حربنا ليس ضد اللحم والدم، ضد الاعداء الغير منظورين. وفيهم رطب كمان الاجناد. إيه؟ ولاد ورؤساء وسلاطين، يعني مملكته كمان مملكه منظمه. ما هن ملائكه سقطوا. نعم. وسقطوا بمراتبهم. صح. هذا هو الشيطان. والمملكة طبعا كمان منظمة، يعني كل منظمة فئة تستلم مثل شيء. ما كانت منظمة بالخلاص قبل ما يهلك. نعم. بقيت منظمة بالشر، تحولت هالتنظيم اللي كان موجود هرتها بالملائكية. نعم. إلى تنظيم مؤذي شرير. نعم. أبونا كمان رح نتوقف بعد مع بعض المقتطفات له حصة كبيرة معنا سيدنا غبطة البطرك، رح نسمعهم نحن وياكم مشاهدينا. للإنجيل ربما بتسمع أخوارني ورهبان بيقولوا لكم ما في شيطان، ما حدا في يعلم ضد الكنيسة. من هون بدي أقول لكل كاهن، لكل راهب، لكل إنسان بيعلم وبيقول ضد تعليم الكنيسة ما في شيطان وأرواح، ما بحق له يتلفظ باسم كهنوت ورهبانية ومسيحية. آسف انه بيسمحوا لنفسهم يعلموا تعليم منافي للانجيل. ما عليه، نحن ببيت الدين. الشيطان رموز، طرد الشياطين رموز، لانه ما بيريدوا يسوع. بدك تعلق شيء ابونا على عم الله يبارك فيه ويحميه لغبطه. حرب قاسية شنة. ضروري الكنيسة تكون صاحبة موقف، ما تكونش دبلوماسية بمطرح، تكون صاحبة موقف. يعني الرمادي مش لازم أبدا الكنيسة تدخل فيه. طيب أبونا الكاهن اللي ما زال رغم هالأقوال عم يعترض مش بيكون ضحية كبرياء وقتا يقول ضد قداسة البابا وضد ما يقوله مش معناتها أكيد. الكبرياء هي طاغية عليه. مزبوط. والكبرياء ممكن تهلكه. نعم. ومش بس لإله، لأنه كاهن ممكن تهلك اللي معه، لأنه الكبرياء بيضلل كل الخواريف اللي مسؤول عنها وبيعطيهم تعليم ضالي. والمتكبر أصلا أنت بتعرفي يعني شو فيك. نعم. تحكي معه ما بيقرأ إلا أفكاره وهي خطيئة مكرهة عند الرب كمان. مزبوط. بيذكر المزمور 103 أبونا الآية 20 إنه أحد الملائكة المقتدرين قوة. هو وقت انطرد من الجنة ما فقد طهارته بس ما فقد قوته. نعم. مازال يتمتع بذات القوة. نعم. اللي كان فيها قبل. نعم. وقوته قوة ملائكية ليست قوة بشرية. نعم. مشان هيك كنت عم قول بسياق حديثي الشيطان أقدر مني وأقوى مني، مشان هيك بالمواجهة معه هو الغالب. لكن كيف بغلبه أنا؟ بالسلاح اللي عطاني إياه يسوع على الصليب. هذه قوة الأسرار سلح فيها المؤمن. وبيقلنا بالإنجيل إن تؤمنوا بي، يعني إذا بتفوت بالعمل الخلاصي، وإن شربت سم الحياة وإن لدغتكم العقارب فلن تؤذيكم. يا مقارنة مع قوتي هو الأقوى، بس مقارنة مع قوة مع الله. القوة مع سلاح اللي سلحني في يسوع صرت أنا الأقوى. نعم. مشان هيك في قديسين بيتحدوه وبيغلبوه وبيتمرجلوا عليه مع أنه طبيعتهم وهذا اللي بيقهروا أكثر الشيطان، أنه إنسان هو ملاك وإنسان زائل عم يتمرجع عليه ويغلبه. بهاي بدمر مخه يسوع. نعم. وبالقديسين أنا بتذكر قديسي لبوردي، مريم لبوردي أو مريم يسوع المصلوب بيقولوا له راهبة كرمالية، بيطلب الرب
بيطلب الشيطان من الرب أن يمتحن هالراهبة. نعم. ويمسها. بيقول له الرب بحق لك تشن عليها 100 هجوم. 100 هجوم. بالهجوم 40 راح الشيطان يستأذن من الرب، دخلك اسحبني منها، ما بقى قادر طيقها، مش قادر عليها. بيجبروا الرب انه يكفي هجومه للاخير عليها. 100 هجوم شن عليها، دمرته، حرقته. لو تشوفي بشو بصبره، بتقول له عمول بدك اذا يسوع سمح لك كلني ليسوع. كلمات بسيطه تواجهه فيها، يتدمر بكل جبروته وعظمته. تآخر شيء صار مزلول قدام هالراهبة، وصار مين بيطلب شفاعتها؟ بتكسر مخه للشيطان. مشان هيك بصلاطة. السرعة والاستعجال هي من عمل شيطان من حيله. نعم. ايه طبعا بيقولوا العجل ما فيش الروي، العجل من الشيطان. وكثير مظبوط اذا سمح لنا الوقت ابونا، اللي رح يصير باخر الزمان عندما يحل من سجنه ويخرج ليضل الامم من 4 زوايا الارض مثل ما بتقول الرؤية 20، هي من دلائل قوته ومن نتائج القوة تبعه، هي رح يصير الارتداد العام بآخر الزمان. هلأ الوجه الإيجابي للخطية، خدي خطية داود، الوجه الإيجابي تبعه. نعم. إذا بصير في توبة والإنسان بيرجع بيسلم أمره للروح القدس، الروح يقودني أني استفيد من هالخطية اللي وقعني فيها الشرير. نعم. وينتج مني عمل كتير حلو، يعني خطية داود أنتجت المزامير. نعم. لكن خطية الإنسان أو حرب الشرير علي، إذا الإنسان عرف صمت فيها وعرف استغلها من أجل المشاركة بفداء يسوع. نعم. ستكون نهاية كتير وخيمة على الشيطان. وعلى كل ملكه. نعم. وهو عم بجرب قدر الإمكان أنه يقنعني ما أستعمل سلاح يسوع، لأن بيعرف بهالسلاح رح يخسر. نعم. بده يقنعني قدر الإمكان، مشان هيك ولليوم بعده عم يلعب عراسي، ما قديس، ما اعترف. نعم. بعده عم يلعب هالسرين، وقادر قانع كتير من الناس وربطهم بأغلاط الخورة وبهضامة الخورة، وبعد الناس بتوقف عنه. والمؤسف أبونا أنه نحن منعرف أنه عنا هذا السلطان، بس منشك منشغل مشاعرنا. ما كتير الناس عندها معرفة بهالسلطان. نعم. ما بيعرفوا. أغلبية الناس بيجوا لعنا، بيجوا مثلا عم يخبروني أنه علي كتيبة وفي سحر ويمكن بشك. بطلب منهم بهيك بكل بديهة أنه يا عمي روح قديس، أنه أبونا جاي من آخر الدنيا تتالي روح قديس. منه فاهم، منه فاهم أنه بالقربين بدمر الكتيبة وكل عمل للشيطان وبنهيله ملكه. نعم. وبالقربين إذا استمريت اتناول بخلي الله يملك على قلبي ومنعش له مطرح الشيطان. مشان هيك ما بدي أنطر لنهاية الدنيا تنتهي ملكه، قادر هلأ أنهيله ملكه على القليل فيي. نعم. وعلى القليل بالمحيط اللي أنا عايش فيه قادر أنهي، وسلاحي معي ما عم بستعمله، لأن أول شيء بجهله، مفكر الإرباني هي بركة مثل عم ببري خبزي، ما عم بعرف شو مفعيل القداس بحياتي كمؤمن. وما عم بعرف شو معنات الاعتراف قدي بشكل خطأ. أنت بتعرفي وهي حكينا الشيطان، ليش الشيطان؟ لأن ما بيعترف، ما بيقر إنه هو مغلط. أقذى شيء السكين على قلبه للشيطان هو إنك تروح تعترفي، تقر بتواضع قدام الرب، أنا يا رب خاطي، اغفر لي، سمحني. هالإقرار بحد ذاته ودمار لإله قبل ما تاخذ الحلة. الحلة هي الضرب القاضي. نعم. يقنع شبيبتنا اليوم انه الكاهن هذا دجال خاطر، شو عم تروح تعترف؟ ما دام مثلك مثله. ولاحظ ابونا الافكار ذاتها، يعني المنطق ذاته، المنطق ذاته، لان العدو واحد عن الاعتراف. صح. العدو واحد اللي عم بحاربنا ويقنعنا هو ابليس، بس بالخفي وبذكاء. وشبيبتنا ما عندهم السقافه ببيتهم، مش انه الاهل هالقد بيشجعون الاعتراف. نعم. بالعكس بيشجعون انه روح انفلش وشوف كيف بدك تتاقلم مع الخطيه، المهم ما تضرك، اعملها بس المهم ما تضرك. نعم. احمي حالك، احمي حالك منها، انه في وقايات اليوم حتى تقدر تعيش الخطيه بدون ما تتاذى منها. نعم. اهل على الاهل عم بيعلموا، مش اني عم علم انه في توبه وفي ارتداد وفي تنبيش على اراده الله حتى يعيشها. والشرير هون بيوصل على مطرح. ايه الشرير بيحلق لهم لاولادي، او بدبهم بشهاويه، او بغطسهم ببضاعته بالمخدرات بالبل، او على الانتحار. نعم. ومنصير نصرخهم، ما انا كنت صلي، ما انا كنت مؤمنه.
نعم. بدنا نشوف اي نوع من الايمان كان عندهم اياها اهلنا توصلوا اولادهم لهون. اصلا هو على عداوه تاريخيه مع الاطفال والشبيبه من وقت ما قال له الرب انه نسل المراه سيسحق نسلك، من وقتها بلشت حربه مع الاطفال. هو اذا بتاخذي سفر الرؤيا فصل 12 بيقول يحارب المراه وباقي نسلها. نعم. المراه الى منحيين، المراه هي العذراء، العذراء مريم، والمراه هي الكنيسه. نعم. العذراء هي الام التي تلد من احشائها النفوس الملكوت، والكنيسه هي الحشا بالمعموديه طبيعتها التي تعطي نفوس الحياه. الشرير بده يقتلها لهالمراه. نعم. ويقتل كل اولادها اللي عم تخلفهم للملكوت. نعم. هو بحرب شرسي معهم، بس المراه هون ستقف قبلته وترسل بتقول ميخائيل حتى يحاربوا ويربطوا بالسلسله ويزجوا بالهاوي ويغلق عليه الهاويه. انا بحس قربت هالنبوءه تتحقق. نعم. العذراء اليوم بظهوراتها جاي تتنهي ملك الشرير وتعيده الى الهاويه، لان الشرير اليوم فالت بالمجتمع، فالت. نعم. عم بيصير الحروب وعم بحاول، جرب بفاطمه انه يحضر البشريه لحرب عالميه ثالثه، تتدخل العذراء بتوقف قبالته هالتنين وبتطلب من البابا يكرس يلي كان عم بيحضر الحرب العالميه الثالثه، هي روسيا بفواصل الشيوعيه. يكرس روسيا لقلب مريم، هي بتنزل هالنظام وبتلغي الحرب العالميه الثالثه. وتجاه هالتكريس البابا تقوص، لكن قواصه ما مات، التغت الشيوعيه وبتقول سولوسيك كانت حرب نوويه بدها تصير سنه ال 85 بتوقف بفضل تدخل العذراء. بعده مكفل اليوم، بده يقتل كل عمل، والعذراء جاي حتى تنهيها المره. نعم. ظهوراتها بميديغوريا تنهي عمله وترده بقوه مار ميخائيل الى الهاويه وتسكر عليه الهاويه وتخلق زمن جديد بتسميه ربيع بشري جديد. نعم. ويكون في كل اللي على وجه الارض طائعين لاراده الرب. نعم. لكن في مخاض انا حاسس بده يصير تتصير هالنقله. كلمة مخاض يعني هناك ولادة. ايه ولادة دايما في مخاض، في وجع بدنا نقطع بمخاض، بس من بعدها في ربيع. نعم. ابونا بس هون ذكرت شغله انه وقتها بيقول له، وقت انتحر الرب الله الحي وقال له واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسليكما، هو يسحق راسك وانت تلدغين عقبه. من هون يمكن بلشت الحرب الروحيه بين الله وابليس. فسؤالي انه النسل، هل الشيطان عنده نسل او هو كل شيء بيولده بالإنسان هو نسله؟ لا، هو بده يحارب نسل المرأة التي تلد ويضع عداوة بينك وبينك وبين المرأة وبين نسليكما، يعني نسل الحي هو كل من تبع إبليس. نعم. كل من تبع إرادته. نعم. هذا نسله. طيب. يعني اليوم إبليس بدنا نقر بالمجتمع عنده أعوان. أكيد. وعنده أشخاص عم يشتغلوا له. نعم. وعم بيحققوا له إرادته، يضللوا نفوس ويستعمل، عم يستعملهم الشرير. يعني مثل ما الرب يعني بيشتغل من خلالنا، كمان هو بيشتغل. في مثل ما في مكرسين لله، في مكرسين للشيطان. نعم. في كنيسة صار له تبيعه، صار عنده إنجيل. نعم. لافي بعده مشهور، متوفى هلا. نعم. ما عنده عامل إنجيل الشيطان وعامل كنيسة الشيطان، ويقدم فيها ذبائح يلي هي نقيض الذبيحة تبع الله. ذبيحة الله بتقوم على الطهارة، على الأقداس. ذبيحة الشيطان بتقوم على الدعارة وعلى الدنس. كل ما هو ضد كل شيء، كل شيء يناقض صورة الله بالإنسان. ذبيحة الله بتقوم الله يقتل حاله كرمال الإنسان، ذبيحة الشيطان بتقوم الإنسان يقتل حاله كرمال الشيطان. لكن الفرق اللي بالحب، الحب عند الله، الله البي بيقتل حاله في سبيل ولاده. الأنانية، الحب الغلط عند الشيطان يقتل الناس في سبيل الشيطان. في عبارة بتقول انه الرب عطانا دمه، شربنا دمه. هديك عم يشرب دمنا، نشف لنا دمنا، عم يشرب دمنا. مزبوط، لانه الذبائح الشيطانية تقوم على قتل بشري. نعم. خاصة عنصرين بحب يقتلهم بالقداس الاسود، القداس الاحمر بيسموه، او طفل او بنت عذراء، وهو لهم معينين. تا
طب رمز البراءة هو. نعم. طب هون مش قد ايه بتبين عاداته مثل ما كنا عم نحكي للأطفال؟ يمكن بالعهد القديم كانت هالمجازر تصير يمكن لحفظ نسل اللي بيجي منه يسوع، مشان هيك صار فيها كتير مجازر بما يختص هاي بوقت هيرودوس. نعم. لا بس تركيزه على قتل الأطفال لأنه الطفل هو بريء. نعم. أصلاً هي ولم يقترف خطيئة. من العهد القديم كانوا يقدموا الطفل محرقة بالعبادة، كانت عبادات شيطانية. إيه؟ والرب نهي عنها بسفر تثنيات الاشتراع. واليوم بس نشارك بالإجهاض كمان عم نكون عم زيت المخطط. الإجهاض هو كمان فكر شيطاني. نعم. قتل الطفولة، التعدي على إرادة الله. نعم. سيد الحياة هو يسوع. أنا لما عم بقتل عم بياخد هالسيادة منه وعم نصب حالي أنا سيد على الموت والحياة. حتى استخدام الأولاد بالأمور اللا أخلاقية كمان. إلا نحن الشيطان يركز على عملين من الإجرام بالقدسات طبعه. نعم. على قتل المرأة العذراء، البنت العذراء، لأن طهارتها بتأذي، وعلى قتل الأطفال لأن براءتهم بتأذي. نعم. الطفولة بحد ذاتها بتأذي. نعم. لو ما عملت شيء مشان هيك بحاربها، مشان هيك لازم نكون كتير منتبهين لأولادنا. مزبوط. بالغرب عم بصير مخاطر كتير، وعنا بلبنان صار حوادث. نعم. يخطفوا الأولاد من المدارس ويقدموا ذبائح للشيطان، وصار في كتير حالات منها بأوروبا وبفرنسا خاصة، يعني بغياب الأهل والتربية الصالحة الأولاد معرضون لهجوم إبليس. غياب النعمة بالعائلة، ساعة البيت ما بيصلي، ما بيقدس، ما بيعترف، ما منلوم ساعتها الولد إذا وقع بفخ شيطاني عكبر. نعم. ما وردته حماية. نعم. حميت له جسده بس، غزيته وطعميته ودويته وجبت له حكمة. نعم. لكن روحه عرضت لمخاطر والوباء الإبليسي عكبر بدأت تبين هالإفة. أبونا نحن متابعين، بس رح نجرب نطلب من المشاهدين اللي عنده أي سؤال، يمكن تأخرنا تناخد الاتصالات، اللي عنده أي سؤال بحب يطرحه على الأبونا هو حاضر. كتب بمتى 24 الآية 23 إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. بيقدر إبليس يقلد أعمال الله. إيه؟ لأنه نرجع على الخبرية، إلنا طبيعته ملائكية، قادرة هاي الطبيعة تعمل خوارق. لكن الخير اللي بيعملها إبليس خير أم زيفة، تبهر الإنسان وتبهر أكتر الأشخاص اللي بيبقوا معميين منه، تشوفيهم بيجروا فيها بيروحوا فيها. لكن لا تبهر المؤمن. المؤمن الله عطيه سلطان بالروح القدس إنه دغري يكشف حيلته لإبليس. يكشف له حيلته، وحتى لو كان بعمل خيري أو مبهر بتحس سبحان الله الروح القدس بينبهك ما تنبهري بهالشي وعرفي في وراها خدعة. نعم. وهون يمكن نتذكر المشعوذين عند فرعون اللي قلدوا أعمال مزبوط. موسى وقت اللي ضرب الحية موسى. صحيح. على الأرض العصاية تحولت لحية. نعم. الكهنة الشياطين تبع فرعون ضربوا عصيين تحولت لحية، بس بالآخر انتصر. انتصرت حية موسى وقتلت هوليك الحية. نعم. تيقولوا دايما العجيبة التي تأتي من الرب تفضح العجائب المزيفة اللي بيخترعها. يعني إبليس بيقدر يعمل معجزات أيضا. بيقدر يعمل معجزات، مشان نعم. هيك الأشخاص اللي بيلتجوا لإله أو لخدامه المشعوذين. نعم. ممكن يسمعوا منه تنبؤات بتدل على تواريخ صحيحة بالماضي. عم بحكي بالماضي مش بالمستقبل، لأن الشيطان ما بيقدر يعرف المستقبل. نعم. بيقدروا يخبروني عن حوادث صارت معي بالماضي ما حدا بيعرفها غيري. نعم. لأن إبليس بيقدر يعرف بالتاريخ شو صار، لأنه كائن روحي وبيعرف بالزمن صار. هيدا فخ. طيب هيدا فخ. نعم. تحت تالي يبهرني بالخبرية وأكتر سير سلم. نعم. نفسي. رح ناخد أول اتصال أبونا. ألو. سؤال. بوسوال. السلام المسيح. يا قلبك. جورج بجاني معك. أهلا جورج، كيفك؟ الحمد لله على سلامتكم. مرسي الله. يعني اشتقنا لكم ونورت الشاشة بزيادة بوجودكم. مرسي الله يخليك. بير مروان كيف صحتك؟ الحمد لله ماشي الحال منيح، مشتاقين لك كثير نحن. نحن كمان اشتقنا على استضافتك. يخلي لنا اياك ابونا، يخلي لنا اياك ابونا. عندي بس سؤال صغير. حضرتك قلت قبل شوي انه الانسان يلي بيروح بيتناول اي عمل شيطاني كتيبه او اي شيء، بس يتناول دغري مش انه بينمحى بس بيلبط، يعني خلص ما بعود له مفعول. القرباني فيها قدره تربط الشرير وعمله. مزبوط. بس هلا اذا كان الانسان اللي عم يتناول منه معترف، عم يتناول بخطايا، يا هل ترى بتحل نفس القوه بالمفعول القربان بالعمل؟ عكسي.
بيقول مربولوس إذا أخذت الإرباني عن عدم استحقاق تتحول الإرباني بدل ما تخلصني إيديني. تتحول إيداني فيي. نعم. وبيقول من أجل ذلك كثر فيكم ذوي العاهات والأمراض. نعم. معناتها كمان ممكن تعمل رد عكسي الإرباني إذا ما استقبلتها بقلب نظيف. نعم. هلأ مش بالضرورة تكون خطايا عرضية أو بس إنه خطايا جسيمة بتمنعني أقرب للمنيولي، إذا تناولت الإرباني ما بتعود فيه مفعول، خلاص بتصير مفعول دينوني. نعم. نشكر اتصالك جورج. كمان رح ناخد اتصال. ألو. ألو. بونسوار، تفضلي. مساء الخير. بقلبك، تفضل. بدي شارك عني معروف. باردون. بدي شارك بالمعروف. ايه تفضل. الصوت ضعيف. شو سؤالك؟ أنا؟ نعم. ايه نعم تفضل. بدي أسأله عن ميدي غوريه. نعم. مين معنا أول شيء؟ نهرة، نهرة عزار. أهلا نهرة. كيفك حبيبي؟ الحمد لله. يعطيك العافية. الله يعافيك. ميرسي. تفضل، تفضل نهرة. شو سؤالك؟ ايه. ألو. عم نسمعك، شو سؤالك؟ طالما النصيحة أبونا. أهلا أهلا، تفضل. يعطيكم ألف عافية. نهرة تفضل، عندك سؤال؟ ايه أبونا، بدي بس بالنسبة لميدي غوريه، بالنسبة لميدي غوريه. ايه ألو. عم نسمعك، شو السؤال؟ ميدي غوريه. تفضل. كنت عم بتقول لحضرتك انه بالنسبة للرؤات العذراء هونيكين اللي بيشوفوا العذراء بيقولوا انه في سر العشر بدهم ياخدوه، ومن هالاساس بتقول انه راح يكون في مع الكهنه راح يصوموا سبعة ايام وثالث يوم بيعلنوا عن الاسرار بالدسير. هيدي اياها الاخبار اللي حضرتك عم تقولها. يعني لحظه خبصتها يعني شوي. انا تخبرك شو بتقول للعذراء لميريانا. يعني الشرير كله ينضرب مع الناس اللي بي لا 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 ما بتقول شيء منهم. ها راح اقول لك شو بتقول. بتقول بس خبرك السر العاشر في وقت العذراء محددته لميريانا تبلغ فيه كاهن هي بتختاره. هالكاهن بيصوم هو ميريانا على عشرة ايام على الخبز والماي، بسابع نهار بتخبروا الاسرار ميريانا وبيبلش يعلنون. هذا كل شيء. لم نعرف شو هن ولا بتحكي العذراء عن الشيطان ولا عن حرب، بتقول اسرار بخصوا البشريه ومستقبل البشريه يعلنوا في حينهم على يد كاهن تختاروا ميريانا، بس قبل بتصوم هي وياه عشرة ايام على الخبز والماي. اوكي. نشكر اتصالك. كمان معنا اتصال. الو. الو. الو مساء الخير. مساء النور، تفضل. ست تيريز يعطيكي العافيه. ميرسي، الله يعافيك. ابونا مروان الله معك. الله معك. مين معنا؟ معك يونس. يونس من مزياره. اهلا يونس. انا كثير بحب نمط لاهوتك و... الله يخليك و... يونس. ومش عم جاملك ابدا، بس في شغله شوي بدي اوقف عندها. نعم. يلي بيلحقوا هالبدع الشيطانية الإغراءات مش هونيك، الإغراءات بالمسيحية يلي نحن إجا يسوع وأهلنا تنكون مثله آلهة، ومش حكي يسوع ما حكي نظريات والبراهين يعني لحي على المدى المنظور الأخ ستفان بونا شربل وما أشبه ذلك. ويسوع وقت اللي في بعض الناس بيقولوا أنه هذا حكي نظريات، اليوم يسوع يلي هو أصعب كلمة حكية وكان هي تطبيقها قال حبوا أعدائكم، راح كرسها على الصليب. بقى نحن هذا إذا بنعمل مشيئة الله الشيطان مدحور وهونيك اندحر، ونحن معدنين نكون آلهة ونحن الإغراءات عنا. وطول عمرك يا أبونا. الله يخليك يونس. نشكر اتصالك. كمان معنا اتصال. ألو. أبونا عقوري من بوردو. أهلا، تفضل أبونا. ايه منهنيكن على هالحلقة الممتازة. مرسي. بدي هني هني اعطيتونا الفرصة تنسمع البطرك، بس في مطرح ما فرجيتونا ايه البطرك بيقول اذا سمعتوا حتى على التليمير خوري او راهب عم بيعلمكن تعاليم ضد الكنيسة ما تسمعوا منه، لانه هودي انا بنظري لازم يحرمون. هلأني ما مش راح يسكتوا ومش راح يرتدوا الا ما يطلعون شي حرم من كعب الدست، يعني لازم يرجع الحكم الحرم لانه حرام عن يشككوا الناس نعتبره خصوصا انه اخدين مراكز
أنا بشور عليهم يرجعوا على الحقلة مثل الأخ إسفين بيطلعوا الديسين وما يجوا يعملوا حيولهم أنه عن يعلموا بالجامعة يعني عم تخرج ملحدين وعم تخرج الشياطين. نعم. يعطيكم العافية. مرسي برا أوري. كمان بناخد اتصال. ألو 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 بونسوار. تفضلي بونسوار. بس بدي أحكي مع البروجرام. تفضلي. عم نسمعك. ألو عم نسمعك مدام. تفضلي. بونسوار. بونسوار. اوكي بس بدي اسال سؤال. تفضلي. اوكي شو سؤالك؟ اوكي بس بدي اعزمك تعجلي شوي. اي اوكي. وقت اعترف بحس اشياء جسديه يعني ما بعرف شو. اوكي. نعم. وقت اعترف. اوكي وقت اعترف. اوكي بحس اشياء جسديه يعني بكون مش قضتها فعم خاف اعترف. شو بدي اعمل؟ بس هيك هو السؤال. خليها تطرح هالموضوع مع المرشد اللي عم تعترف عنه وتخبره شو اللي عم تعني. نعم. هالمرشد يلي عم تعترف عنده هو بيدير هالنفس وبيشوف شو الاسباب اللي عم تعيشيها. نشكر اتصالك. كمان معنا اتصال. الو الو بونسوار. بونسوار. تفضلي. شو سؤالك مدام؟ بليز بدي اسال ابونا. تفضلي. بونسوار ابونا مروان. بونسوار. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عمان معروف. بدي اسالك سؤال. تفضل. في اوقات بيقولوا لما الانسان يبتلي بمرض بيصير يقول انه الله عم بجربنا. انا بدي اسالك هالسؤال انه انا بعرف انه يسوع المسيح هو بي لنا والبي ما بيقبل انه اولاده يدقوا شوكه، بس لما بفوت مثلا ببي صغير بيكون عمره 3 اشهر بيصير معه كانسر براسه. طب انه هيدا شو السبب انه هيدا انسان ملك؟ ليش انه يعني شو هو السبب اللي بيخلي انه يصير معه هيدا المرض؟ انا بعرف انه العذراء بتقول اوقات في تطهير على الارض بيصير، يعني في اوقات ناس بتتوجع بيصير معها امراض بتكون لخلاص او خلاص اللي حواليها او بتكون نتيجه خطيه او بيكون نتيجه يعني ما عندهم ما بعرف بيكون الله بده يردهم لقلهم. وفي اوقات بيكون هيدا التطهير انه هيدا الشخص البري اللي عم يصير معه هيدا المرض بيكون لحتى يطهر اللي حواليه حتى يخلص يفدي غيره مثل كان مثل يسوع المسيح وقت قدم حاله تضحية عن غيره. كل ابونا يجاوب. لا عندها جواب ما في لزوم جلا اللي عم تقوله مزبوطين. صحيح. ايه بس بدي اسالك اذا النظريه اللي انا يعني عم بقولها اذا مزبوطه. وبشكرك كثير كثير كثير. مزبوط اللي عم تقوليه. مثل لانه المرض بالنسبه ليسوع اصلا الرب ما بده انه نمرض، لكن اذا واعترضنا المرض بحياتنا له صبغه تكفيريه. الرب عايز الامنا من اجل التكفير، من اجل الفدا، او الفدا لإلي او لحدا بحبهم بس يستعمل براءتي وحبي لإله وكرمي. لا ابدا. نعم. الرب دعينا ننشف، يعني انت دائما بمرضك اطلبي يا رب اشفيه. هو الطبيب الشافي. شفي للمريض. نعم. لكن إذا شاءت عنايتك إنه هالمرض يستمر كرمال غاية أنت بتعرفها وكتير سامية وخلاصية أنا بقبل إرادتك. مثل نعم. ما قال له يسوع على لبيه على الجلجلة على جبل الزيتون، إن شئت لتعبر عني هذه الكأس لكن لتكن مشيئتك. نعم. إذا إرادتك إن أحمل هالكأس لأن بدك تفتدل بتحبون أنا مستعد. نشكر اتصالك. كمان معنا اتصال. ألو ألو بونسوار. تفضل. مساء الخير. مساء النور. إلي كل أبونا. مرسي. بس يا أبونا بدي أطرح الفكرة عليك بالنسبة لبني آدم. بني آدم لما بيكون بخيف الله وبيمشي بحق الله ومؤمن بمسيحه وبربه وبيصلي، أنا بعتقد اللي الشيطان ما بعد يأثر عليه بأشارة الصليب. أنا بالنسبة لي عم خبرك شو بيصير معي. أنا بأشارة الصليب بمحيل وأتاره للشيطان. أنا هاو صاروا معي بحلف لك على صدق إنه الشيطان لما الإنسان بخاف الله وبيمشي بحق الله وبخاف المسيح وما بيقرب على حدا. لا لا مش بهالهيني. أنا هون ما كتير بوافقك. مش بهالهيني. القديسين كانوا يحبوا الله وقدم ما كان في حدا وحرق نفسهم الشيطان بالتجارب. مش معناتها إذا بتحب الله تمتنع عنك التجربة أو حرب الشرير. لا بل بالعكس. أي مزبوط. أنا معك وبوافقك. أنت بقوة الله الشيطان ما بيقدر لك، بس مش معناتها ممنوع يحاربك. بدنا نستعد ونكون حذرين ونعرف مش بقوتنا بنغلبه، بقوة يسوع. بدنا نكون متواضعين. نعم. نشكر اتصالك. كمان رح ناخد اتصال. ألو
ألو مساء الخير. مساء النور، تفضل. يعطيك العافية تريز. مرسي. أبونا مروان بونسوار. بونسوار. معك نور. أهلا نور. بس بدي أقول لك شيء، أنا تجربة مرقت فيها على الشيء اللي حضرتك تفضلت وقلته بالنسبة للانتحار. أنا مرقت بتجربة بحياتي، وصلت لمرحلة أسمع أني أنا بنت جدا، عشت بعائلة جدا مسيحية، وعشت بعائلة عشت بين الإخوارني، ولكن تجربتي المريرة بحياتي وصلتني لمرحلة هون الشيطان تدخل فيي، ولكن ما قدر لي، لأنه كان عندي شيء أقوى هو دفاع يسوع لي. أنا انتحرت وأخذت أدوية وقررت أن ألغي حياتي مني لحالي. بس أنا حبيت أقول هالنوشون ليلى لفرجين أنه الإنسان المؤمن مثل ما تفضلت وقلت أنه لابد أنه ربنا عنده مشروع، ما ممكن الله عطول عنده مشروع فيك. لما بتاخد القربانة وبتتنولى عن جدارة وعن استحقاق مظبوط، وبتعرف قديش قيمة القربانة مهمة بحياتك، أكيد أكيد كل قوى الشر بتروح بتزول. بس أنت تكون مستعد، وأنا الحمد لله قدرت اتخطيت كل مرحلتي من وراء شغلة صغيرة بسيطة وصلتني للانتحار، كنت رح روح فيها، والحمد لله الله نجاني وتعلمت درس بحياتي انه غير الله ما يثبتني ضل بإيماني، إيماني القوي، وأعرف كيف بدي أوصل لطريق الخلاص عن طريق الصلاة، عن طريق الإيمان أكثر، عن طريق صلاتي بالإنجيل والرسائل، عن طريق مكافحتي للشيطان بحط الصليب ورسمة الصليب على روحي ونعمة الروح القدس. بس تحل فينا أنا أكيد ما في شيء علينا. بس أبونا مش معناتها اللي زبط معه الانتحار معناتها هو ما له خط، ما ربنا ما عنده خطة لإله. لا بس هي حرام إنه خلصت من الانتحار. يعني قطعت بتجربة الانتحار. كمان ذكرت انه ربنا عايزها بشيء، كمان اللي انتحر ربنا كان حطت له خطة لحياته، بس ارادته الانتحار دايما بنقول هو شر. نعم. كمان رح ناخد بدك تعلق شيء ابو نو؟ لا بس انا بطلب منها ان اصلا اليأس هو حرب من حروب الشيطان. الانسان بيحمل بحياته جروحات. نعم. اذا ما كنت محمي ممكن يستغل هالجروحات ابليس ويعمل لي يأس من خلالها. نعم. ويدفشني بأفكار إن نعم. إن هي حياتك تخلص منها. نعم. من هون بدنا نسكر الباب لإله ونطلب من يسوع يشفينا من هالجروحات. نعم. تما تستعمل. طيب. من إبليس يوم من الأيام. أبونا رح ياخد بعد اتصال تنكفي بعد كم نقطة من حلقتنا. ألو. ألو. بونسوار. بونسوار. تفضل. يعطيكم العافية أول شيء. مرسي. في أعترف أبونا على الهواء. تفضل. جريء. ايه جريء اكيد لانه يسوع لما زراء. انا بحالة فطور يا ابونا، يعني بس حس بحالي بحاجة لربي، لاني ركضت على اول كنيسة، على اول زاوية فيها مزارع، اول محل في صورة في العذراء في اي شيء مقدس لارجع لربي. بس بحياتي وبشغلي بحياتي اليومية وبحياتي العائلية أنا إنسان ساكن لحالي، برجع مثل ما كنت قبل. هاي شغلة. اثنين، في يعني أنا مرقت بفترة كتير صعبة بحياتي الطفولية، وتعلمت واشتغلت وأخذ بوست حلو الحمد لله يعني، وعم سافر وبروح وبيجي، وقد ما أكلت صدمات عاطفية وقلة حنان ربنا يمكن بعث لي إنسانة بعدني شوي عم بعاني معه، يعني هي ببلد وأنا ببلد وتعرفنا على بعضنا بنفس الحالة، كنا يمكن ربنا خلينا نلتقي، يمكن العذراء ما بعرف. نحن عم نعترف هلأ. ايه عم بقول لك شو الهموم شو إيه. الاعتراف كمان فش خلق لربي يعني على الهوى. نعم. بس لو بتحدد معلش إيه. لو بدي إذا حدد إذا عندك شيء بعد بدك تشارك فيه. ايه كأنه في كتير اتصالات ناطرين وبدنا نختم الحلقة. بس هيك بخصوص هيدي البنت، يعني أنا ماني حابب أذيها وماني حابب أعمل شو، على طول عم بصلي لربي ولشان تريد تخصوصي وللعذراء ليساعدوني بهيدا الشيء، يعني شو بتنصحني أعمل؟ لك خي أول شيء بما يخص فطورك، هذا الفطور بتصور له رباط مع هالطفولة اللي عشتها، عم تأثر نوع من الأنواع على إيمانك وعلاقتك بالله. أنا بطلب منك إذا في مجال إنك هيك تكون مرافق من كاهن يقدر يمشي معك مشوار، يقدر يشفيك
من كل هالذكريات ويرجع يخلي قلبك يحب بطريقة ترجع له العاطفة، يحب بفرحة جديدة بطريقة جديدة بأفكار جديدة، لأنه بتصور متأثر، ما بعرفك يعني ويمكن عم بتسرع بالحكم، بس بتصور متأثر بالماضي اللي عشته ومأثر هالشي على نوعية صلاتك، مشان هيك عم تطلع وتنزل، ساعات بتحس قادر تصلي، ساعات بتحس حالك شط فاتر بارد. في جروحات بماضينا نحن كتير بحاجة إنا نشفي منها، لأنه كتير بتتأثر إيماننا بالذكريات اللي بتبقى مطبوعة بذهننا. نعم. بعتذر من بقية المشاهدين. أبونا بس وين بتقدس حضرتك؟ نحن بنقدس بسهيلي كل تنام، فيك تشاركنا الساعة 6 عشية. نشكر اتصالك مسيو. بذكر المشاهدين انه اللي بحب يتواصل معنا في بريد الالكتروني للبرنامج، وفيهم يتواصلوا معي عبر الفيسبوك اذا عندهم اي اسئله حابين يطرحوها. ابونا بعدنا بصفاته كنا عم نحكي انه بيقدر يعمل معجزات وما ننغش بالمعجزات اللي بيعملها. بيقدر يعمل خواري. نعم. يعني هودي هاللي بيطلعوا لنا بكل طالعه على بدايه السنه. نعم. بده يصير. نعم. هو بتصور بيجيبوا معلومات من تحضير ارواح وهيك، بيقدر يعمل خواري. نعم. لكن خرقته دائما مزيفه وغيتها التضليل. نعم. ما ننجر فيها. وبيقول مر يوحنا برسالته ميزوا الارواح. نعم. مش كل روح خيري معناتها من الله مصدرار. نعم. ميزوا الارواح. كونه كذاب عصيرة الانتحار قدي بيوهم الانسان، هذه صفة تانية من. نعم. صفاته قدي بيوهم الانسان اللي عم ينتحر انه هيك بنهي مشاكلك وهيك افضل لك. كذبه بتجلى مثل الجوهرجي الكذاب. نعم. بفرجيك ازازي بقول لك هاي حبة كريستال، بقول لك هاي الماز، دايما بيعرض لك الشر بطريقة مبهرة، بيعرض الشر هو باب للخلاص، بيعرض الخطية هو باب للراحة. نعم. تبقي قاطع بأزمة فلتي طلعي وشوفيها وما على شيء، بذات الوقت بيكذب بيحاول انه يعمل لك نوع من شفقة على ذاتك، انه حرام، انه حرام انت والأصوام، طيب وصحتك وما على شيء اذا اكلتش، والله انه بده يمنعك انك تاكلي، ما الله بحبك تكوني مبسوطه. بيستعين بايات. برافو. من الكتاب المقدس كمان بخدعه وبكذبه، ممكن يحول كلمات الله كرمال تحقق مشروعه فيك. نعم. بيقدر يكذب كمان من خلال قلب الحقائق، يعني بفرجيك الابيض اسود، الاسود ابيض. نعم. بفرجيك انه الخطيه لا منا غلط، وبفرجيك وبيحاول يقنع عقلك. وانتبهي، ذكي لدرجة بيحاول دايما يستشهد بكلمات يقتنع فيها العقل، يقبلها العقل بوقائع يعني. وهون اللي بيقوله يسوع أبناء هذا الدهر أدهى من أبناء الملكوت، دايما الحجة تبع هذا الدهر أقوى من حجة الملكوت، بيستعمل كلمات بتقنع حجة العقل أكثر من كلمات الملكوت اللي بيستعملها الرب، لأنه في أوقات أفكار لله عقلي ما بيقبلها، منطقي ما بيقبلها، وبيشتغل بس تبقى حقيقة. نعم. وبيشتغل عليها. نعم. حتى يضل الإنسان. نعم. عن الرب. وقديه بيوهمنا أنه نحن ما فينا نتغير، أنه ما فينا نطلع من هالخطية. إيه كمان بيوهمك أن أنت مش قده هالمشروع ومنك قادرة أنك تفوتي فيه، و بفرجيك حجم المشكلة. نعم. وبيبين لك إرادتك قديش وحجمها، وبيقول لك ما ممكن هيك إرادة تقدر تطلع من هيك مشكلة. نعم. بس نحن لازم نقتنع أنه ما في قيود تستعصى على بدنا نقتنع أنه اللي دعاني أظهر ويتحرر. يعني لما موسى دعيوا الرب يطلع من برات من عبودية مصر، لما موسى قري فرعون منه ومين أنا نازل لعنده، قال له للرب مني بحجم فرعون. نعم. شو بيقول له الرب؟ وهي مش لازم ينسيها المؤمن، بيقول له بتنزل على فرعون بتقول له يهوى بعتني. وهيدا اللي قال له اياها داوود لجولييت، لما نزل داوود فرخ صغير بده يحارب جولييت العملاق، بيقول له كلب انا لترسلوا الي ولدا يحاربني، بيقول له داوود تاتيني بقوه السيف وبالجبروت تبعك، اما انا فاتيك بقوه الله. نزله قطش له مخه. بده يعرف المؤمن مزبوط في جولييت حجمه اكبر مني، لكن انا لما بنزل تحاربه لجولييت نازل عليه بقوه يسوع يهشوع. لا بقوتي اكيد فشلت،
بقوتي ما بقدر، أقدر مني وأقوى مني. أبونا، قيل أنه إبليس ممكن يحارب راهب بخطية واحدة مدة 50 سنة. إيه؟ يعني هو لجوج لا يمل، لا يمل. مربولوس وعظمته، وكان سموه نور الأمم، نعم، وعمل عجيب. بيقولوا بحياته إيه موتى، شفي مرضى مقعدين، خوارق اللي عملها لرب العظائم الآيات عن إيده. كان في عنده تجربة بيحكي عنها بإحدى رسائله، بيقول له للرب: شوكة تركتها في خصيرتي. نعم. كان يسوع يجاوب: تكفيك نعمتي. الشوكة هون يعني تجارب إبليس. كان عايش تجربة من إبليس، عانى منها مد الدهر، وتصور بتصور أنا ما في رأيته إلا بالموت. يا منا شوكة وجع وألم هي. نو شوكة مطبط. كانت تجربة، ويقال هون ما بيذكرها شو هي مربولوس، بس بيقولوا كانت تجربة جنسية كان عم بعينة منها. نعم. حتى بحربه مع الرب يسوع حاول مرة ومرتين، ثم فارقه ورجع بعد حين، عاد إليه بعد حين. يعني ما بيزهق، بحس. وانتبهي، الشرير دايما بيهاجمك بأوقات ضعفك. بالأوقات اللي بتبقي فيها قوية ورافقة على وضعك بتلاقيه انسحب وانضب. تمام. بالكبرياء وقت نكون بعز المجد أو شيء بحربنا بكبريائنا. لا، مش هاي لحظات القوة. أوقات بتبقي روحيا قوية. نعم. تبقي مع الله رافقة وعندك روحياً. فعلا كامل. نعم. المعنويات تواجه بتلاقيه لطي بينضب. نعم. حي. لا لحظة اللي بتبلشي تقطعي بمشاكل وتبلش إرادتك تضعف. نعم. وتزهقي ومشاكلك فوق راسك، بتلاقيه اجا وكب سمه. بصير الدفاع عندي هون خفيف، وبصير بدي شيء اتسلى قد ما ببقى قاطع بجفاف داخلي وكذا، بيضرب ضربي هونيك اذا ما كان روح الله فيي. يعني كونه حارب الرب يسوع يعني ما بهمه لا مراكزنا ولا روحانياتنا ولا شيء. ويسوع اصلا حط حلو بواجهه معه تيقول ما في حدا بمنقى. كل شيء. نعم. ما في حدا بمنقى. صح. انه انا الرب وجربت لاني لابس الطبيعة. نعم. معناته انت ستجرب. ابونا بدي اخلص هالمقطعين قبل ما تخلص الحلقة. للي كان عم بيقول انه انا ما بهمني بصلي بيد على وجهي وبنزل، لا يكفي. في مبالغة شوي بالحكي. نعم. وبذات الوقت حرام، ببراءته الله رح يحميه، لانه عم يحكيها ببراءة. هو في كبرياء. بس بالواقع لا، مش كبرياء، حرام. عم يحكي ببراءة وبقوة ثقة بيسوع. نعم. بس بدنا نكون اكثر واعيين. الشرير سيحاربني، وانا سانتصر بتواضعي وتسليمي لله، مش بقوتي الذاتيه. نعم. يا ما فينا نقول حتى وقتها حارب الملاك ميخائيل قال له من مثل الله، يعني انه ما لازم نقول نحن انه قادرين. مزبوط. دائما بقوه الله. نعم. قيل عنه برؤيا 12: المشتكي على اخوتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا. قد ايه بيحسدنا على محبه الله لنا بينما هو بالجحيم؟ حسود، والحسد هيدي من شيمه، هاي فضيلته. حتى الانسان الحسود بيكون انسان. تعرف شو الاكثر شيء بينقهر فيه منا؟ قدي الله بحبنا عشو. نعم. وهو كبرياءه انه انا الملاك، من هو الانسان تهالقد بتحبه؟ نعم. وعملته بمستوي، وعملت احدى النساء سلطانة على الملكة. بيحسد الانسان عم حبة الله. تأمل هالإله شو عملت يخلصني. نعم. شو كلفته. قد ايه بحبني، هاي كلها علامة محبة. عمر التاريخ ظهر حسد وقتها، يعني حتى كبار الانبياء وقعوا. الالحاد هو من حسده كمان. كان دايما يتشكى الله ويتهم اشخاص كتير كتار قدام الرب. ايوب وبولس والنبي داود. والنبي داود وسليمان الحكيم. سليمان الحكيم تأملي مع كل حكمته. صح. قدر ميل له قلبه مع النساء وظهروا بالرات نحو آلهة. واكل ايه نحو آلهة غريبه. نعم. داوود مع كل العظمه والسلطان اللي كان عطيه الرب، قدر غرر له قلبه. نعم. بامراه اوريا ونزلوا معه بالخطيه. نعم. دائما غايته ان يدفشك الى الخطيه، وبس يدفشك بيصدر حكم على الخطيه، بيروح. نعم. بيتشكك عند الله. نعم. مشان هيك سموه المشتكي. بس أبونا حسده مش بس مشاعر، هو حسد مدمر، بدمرنا بحسده. حسده دايما أصلا الحسد أنت بتعرفي، بس نعيشه بعلاقاتنا البشرية قديش بدمر. نعم. فكم بالأحرى كان نابع من سيد الحسد من ومنبعه. نعم. من هالعدو. نعم.
كم قد ايه بيحصد المعرفة لما معلوماتك أبونا مددونا 10 دقايق، قد ايه بيحصد المعرفة والعفة والتواضع حتى نشعر بالعالم الجهل والزنا والكبرياء؟ يعني قد ايه بيحارب هالفضائل إذا بدنا نسميها؟ بدك تعرف الفضيلة كل ما بنمارسها نحن كمؤمنين هي دمار لملكه. نعم. عم ندمر له ملكوته، عم نحطمه، بده يحاربها بقوة. نعم. لأنه هيدي سلاح تطعن فيه وتجرده من كل أنواع التجارب اللي بيجرب فيها الإنسان. نعم. العفة اليوم إذا بقلك أنه 99% من البشرية حصدنا فيها. نعم. ضارب الطهر في داخلنا. نعم. ومدنس وملوت حبنا بالدنس جويه، وقالع شبيبتنا أنه هيدي طبيعة ومعلش مش لازم نقاوي معه. نعم. نافي من حياتنا الجهد يلي بنعمله لحبنا طيب أطاهر، لأن هذا الجهد بيخلي الحب يصير حلو، وبيخلي الحب يصير أمين، وبيخلي الحب يصير ثابت. نعم. عم يلغي هالجهد وعم يخلي الإنسان معلش كل شيء ما بيحلق لك، طيوم اللي بيوصل إنه بده يحب بتلاقي حبه ما بيقدر يكون أمين، ما بيقدر يكون نقي، وما بيقدر يكون ثابت. تلاقيه بحب بعد نتفه قلبه صار برا راح عند غيره. راح أبونا قد ذكرت بسياق الحلقة إنه بخلال الصوم قد ايه بيحارب الصائم وبيقول له ما تخاف على صحتك، هون قد ايه بيمنعنا من الراحة؟ يعني قد ايه بينصحنا بالراحة وقت نكون عنا تأمل أو يمكن سجود أو رياضة روحية بيقلنا ارتاحوا بلا هلا، وقت يكون في شيء في لهو وترفيه بيعطينا النشاط حتى نقوم. ما هذه يعني عم بسعيد انا مخلص. بتشوفي دائما ما بيحلى الشغل والزياره والطبخ والنعس الا اللحظه المقدسه اللي بدي فيها اروح اقدس او صلي. نعم. دائما هونيك في شيء عم يخلق، يعني عم بيذكرني بشيء بكون نسيه. نعم. وبقرر بدي صلي بتوعى ناس الطبخه وناس الزياره وناس هالتليفون لازم اعمله وناسي وناسي، دايما انه حي خبيثي غيطة ان تمنع لقائي مع يسوع. يمكن حكينا نقطة بحر من صفاته، بس بدنا نكمل يمكن مرتين قبل نحكي عن حيل اللي بيعتمدها تيوقع المؤمن. ابونا نحن دايما بنشكرك على، وانا بدي اشكرك على تحضيرك وعلى اهتمامك فيي وبالناس وبتحضيرك اللي هو يكون يعني المرجع تحت اللي نوسع الافكار. نحن نرجع نقول يا أبونا أنت النبع ونحن عم نعرف نسحب منه. يؤكد الكتاب المقدس أن الشيطان هو كائن حقيقي يحيا في عالمنا ويؤثر فيه، وهو ذكي للغاية، وتم وصفه بالحية الماكرة كورنثوس 11، ذو إرادة تيموثاوس 2، يخطط بها أشعياء 14، ويغضب رؤيا 12، ويقوم بأعمال كالحرب ويهاجم المؤمنين لوقا 22. إنه حقيقي وطبيعته الشريرة ونواياه وتدخله في أمورنا كلها حقيقية، وعندما ندخل أرضه فنحن نعقد صداقة مع سارق لا يرحم ومخرب شيطاني وقاتل رهيب هدفه تدمير عقولنا وأجسادنا وشخصيتنا وسمعتنا وعلاقاتنا. إنه يتوق أن يمحو كل بر وصلاح. كثيرون من يتكلون على تفهم الرب ومسامحته للهوهم مع الخطيئة ومع قوى الشر، لكن القضية لا تقف عند تفهم الله أو مغفرته، بل نحن لا نستطيع أن نهادن أفظع شخصية وأكثر الخلائق فسادا في الوجود ثم نتمكن من الهروب. الخيار لنا، إما أن نقف ضد العدو أو أن نقف معه. مشاهدينا لقاءنا انتهى لليلة، بشكر متابعتكم، بذكر أنه إعادة هذه الحلقة هي ظهر غد الساعة 1 وفجر الجمعة الساعة 3 مبدئيا هيك. بشكر متابعتكم وأنا ناطرة رسائلكم واقتراحاتكم، وأيضا نلتقن الله راد الأسبوع المقبل الخميس المقبل إذا الله راد بنفس الموعد، فكونوا على الموعد والله معكم. Merci.